يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده الاهلي في رمضان كل سنه طبعا، وانتم طيبين بما انه اول ظهور ليا في سهره النهارده في على شاشه الاهلي، فيعني خليني انتهز الفرصه واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ودايما في احسن حال ودايما بصحه ودايما بخير ودايما حوالين شاشه الاهلي دايما متجمعين. اهلا وسهلا بيكم ساعتين. انا عارف طبعا ان الاحداث كتيره جدا وكلنا على نار، 72 ساعه يمكن بتفصلنا عن المواجهه المهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي بتسخن ليها وبتستعد ليها. هنتعرف على اخر اخبار النادي الاهلي، وخلينا في بدايه الحلقه كمان نبارك لمنتخب مصر، مش بس على المكسب الحقيقه، لكن عندي كلام كتير اقوله على المنتخب سواء كان المصري، المنتخب المصري الاول او حتى المنتخب الاولمبي. بس الاول خلوني ارحب بزميلي وصديقي العزيز محمد سعيد. مساء الخير يا محمد، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في كل بقعة من بقاع الدنيا، جمهور النادي الاهلي العظيم كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. ويمكن بسرعه كده احنا في اول اسبوع من رمضان، النهارده 6 رمضان، فالايام الجميله دايما بتعدي بسرعه. وطبعا هيبقوا ان شاء الله يمكن حلقه النهارده هتبقى مهمه جدا، لان بنتكلم في مراحل مهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، مباراه الهلال السوداني ان شاء الله يوم السبت المقبل. لكن في نفس الوقت عندنا حدث مهم جدا حصل خلال الساعات القليله الماضيه، فوز المنتخب الاولمبي وتاهله للتصفيات النهائيه، وكمان فوز المنتخب الاول وتصدره للمجموعه، وعلى بعد نقطة واحدة من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار يناير 2024. فيبدو أن الكرة المصرية على مستوى المنتخبات هتبدأ تكون على الطريق الصحيح، ولكن لسه في شغل كتير جدا. ولكن في العموم يا أحمد، هي بتدينا بس مؤشر في البداية أن الأمور رايحة في سكة كويسة، وإن شاء الله الأهلي يكلل بقى كل الأمور دي بالنجاح والتأهل بقى للدور التالي. احنا متعودين أن رمضان شهر الخير إن شاء الله. هو رمضان جاي بالخير كله بصراحة، سواء أولمبي أو سواء منتخب مصر الحقيقة، لزي ما انت قلت يبدو انه على الطريق الصحيح، وخصوصا انه الكلام مش رد فعل على بس مكسب النهارده ولا حتى مكسب المباراه اللي فاتت ولا حتى على مستوى النتائج والتاهل اللي اصبح قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا بالنسبه لمنتخب مصر، لكن كمان يبدو انه شخصيه المنتخب بدات تتشكل. يعني الكوره اللي بيقدمها المنتخب مع فيتوريا سواء في الماتشات الرسميه او الوديه اللي لعبها معاه، ابتدينا نحس ان منتخب مصر اصبح ليه شكل، اصبح ليه هويه، اصبح ليه هيبه. يعني صحيح. شفنا ده في ماتشات طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لمنتخب ملاوي، مش هو المقياس، ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا اللي احنا عايزينه او انه النتيجه عظيمه جدا، لانه في النهايه منتخب ملاوي يعني منتخب مش من المنتخبات العيار الثقيل. لكن اللي عايز اقوله انه فيتوريا مدرب صاحب بصمه، وارقام المنتخب معاه في ودي او رسمي بتقول انه الراجل ده ممكن يحمل بارقه امل لجماهير الكره المصريه والمنتخب المصري ان شاء الله باذن الله في القريب باذن الله. على فكره يا احمد، في نقطه مهمه جدا برضو، الناس النهارده وهي بتتكلم على منتخب مصر وفوزه على ملاوي باربعه اهداف مقابل لا شيء، انت بتلعب منتخب ليس من المنتخبات المصنفه في القاره الافريقيه، لكن ملاوي في اخر نسخه لكاس الامم في الكاميرون عملت نتائج كويسه. الحاجة الثانية، فيتوريا مش هنقيمه على مباراة ملاوي، ولكن كسب بلجيكا في الكويت قبل كأس العالم، عمل مباراة كبيرة على بلجيكا وكسب 2-1. فبالتالي الفكرة في حد ذاتها ان في بصمة، ان في شكل، ان في خطة بدأت تتنفذ على أرض الواقع لأربع سنين جاية. المهم وده الأهم، ان الراجل يشتغل وياخد المساحة بتاعته ويحضر للفترة اللي جاية. عندنا أجندة في شهر 6 فيها مباراة واحدة رسمية مع غينيا، هتتلعب غالبا مش في كوناكري، مش في البلد نفسها، ممكن تتلعب في مدينه اخرى، لكن في مباراه ثانيه ممكن تتلعب في الاجنده الدوليه، ممكن تبقى لقاء ودي، بس مهم جدا نلعبها عشان التصنيف، ومهم جدا كمان المنتخب يشوف مستواه مع منتخبات ومدارس اخرى زي المغرب ما بتعمل دلوقتي، بتلعب تصفيات ما بتلعبش تصفيات. انت شفت المغرب والبرازيل؟ ما هي ده الفكره في كده، البرازيل يعني والنهارده بيرو كمان. النهارده المغرب الحقيقه يعني حتى بعد العروض ممكن ناس كتير جدا كانت تتوقع انه الشكل اللي ظهرت بيه المغرب في كاس العالم هو يعني محض صدفه او توفيق في بطوله مجمعه، لكن مش ده المستوى الطبيعي او المستوى الحقيقي اللي ممكن تكمل عليه المغرب. لكن الحقيقه اللي شفناه في المغرب قدام البرازيل يخلينا نغير على منتخبنا غيره كويسه، غيره ان احنا قادرين كمان. يا مصر مش قليله يا جماعه، مصر بتاريخها وامكانياتها وعظمتها ومواهبها وكوادرها في كل المجالات قادره جدا 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 تكون في نفس المكانه وافضل كمان، لكن الكلام ده محتاج شغل كتير، الكلام ده محتاج خطط ومحتاج نبتدي من القاعده من تحت، لانه اغلب مشاكلنا اللي موجوده النهارده على مستوى انديه او على مستوى منتخبات بتتكلم من القواعد، بتتكلم من الناشئين. بس على كل الاحوال يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتيره، لكن الحمد لله الحمد لله طمنا بعد بدايه متعثره، خلينا نقول يا محمد، في تصفيات افريقيا، وكنا الحقيقه خايفين وحاطين ايدينا على قلبنا انه في النهايه انت بتتكلم على مجموعه
يعني متواضعه، يعني خلينا كده بمنتهى الصراحه، غينيا، اثيوبيا، ملاوي، ما هياش المجموعه اللي تعمل فيها حسابات منتخب مصر هيتاهل ولا لا، دي قصه المفروض تبقى محسومه بدايه. لكن في جميع الاحوال احنا فرحانين جدا بشكل المنتخب مع فيتوريا، فرحانين جدا بتاهل المنتخب الاولمبي لاولمبياد افريقيا، ولسه المشوار طويل بالنسبه للاولمبي، لانه انت عارف بطوله افريقيا اللي هتستضيفها المغرب يا محمد ان شاء الله دي بوابه العبور لاولمبياد باريس، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله. النهارده على فكره المغرب برضو بتلعب مع بيرو في اسبانيا، فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وما زال التعادل على فكره سلبي، وفي حضور جماهير كبير جدا من الجماهير المغربيه موجوده في اسبانيا. نقطه كمان مهمه جدا بالنسبه لمنتخبنا قبل ما ننتقل بقى للحديث عن مباراه الاهلي والهلال، منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه عنده اجنده فيها في شهر 6 وفي شهر 9، عندك مباراتين، هتلعب مع غينيا وهتلعب مع اثيوبيا. يمكن من المفارقات الطريفه يعني اثيوبيا لما حبت تلعب مصر لعبتها في ملاوي، اثيوبيا لما حبت تلعب ملاوي لعبتها في لما حبت تلعب غينيا لعبتها في المغرب. فانتوا عارفين طبعا قوه مصر واسم مصر، لما اي منتخب افريقي بيحب يلعبك اكيد بيختار بقى اسوا الاماكن وافضل الظروف اللي ممكن تكون متاحه ليه هو. ولما لعبت اثيوبيا مصر لعبت في نفس الملعب النهارده اللي مصر اتلعبت فيه منتخب ملاوي، فمع اثيوبيا خسرنا على نفس الملعب، والنهارده مع ملاوي على ارضها وسط جمهورها في الملعب اللي خسرنا فيه قدام اثيوبيا كسبنا النهارده 4-0. فالفكره بالنسبه لنا مش فرحانين زياده عن اللازم، ولا احنا شايفين ان مستوانا افضل من مستوى ملاوي وده الطبيعي، لا، في عوامل خارجيه كانت بتسبب نتائج سلبيه للمنتخب في السنوات السابقه. النهارده احنا بنقول بدانا على الطريق الصحيح، ان في نفس الظروف وفي نفس العوامل لا فيتوريا ليه بصمه. طبعا لسه المشوار طويل، لكن نجاح المنتخب على فكره هينعكس بشكل ايجابي على نجاح الانديه المصريه، لان الاهلي تحديدا في السنوات اللي فاتت كلها كان حاله استثنائيه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون نجاح المنتخب ونجاح الاهلي عشان يرسم البسمه كده على شفات كل المصريين باذن الله. والحقيقه برضو جزء مرتبط بالمسابقات المحليه او حتى القاريه، وانا بشوف ده واحد من التحديات اللي قدام روي فيتوري، لانه الحقيقه الراجل محتاج كمان يشتغل اكتر ويجرب اكتر ويلعب مع مستويات مختلفه ومدارس مختلفه. انت في النهايه كل المواجهات اللي انت مريت بيها كانت عربيه او افريقيه، ما احتكتش غير يمكن او هم اللي احتكوا او هم اللي اختاروا ان هم يلعبوا معاك ماتش بلجيكا قبل ماتش كاس العالم، لكن احنا محتاجين مدارس مختلفه، محتاجين نلعب مع اوروبا ونلعب مع اسيا ونلعب مع امريكا اللاتينيه، وده طبعا في ظل ضغط المباريات في المسابقات المحليه وارتباطات الانديه في المسابقات القاريه بيبقى صعب كده. فعلى الناس انها تراعي الامور دي فيما يتعلق بمشاركات المنتخب واستغلال القصه بتاعه الاجنده الدوليه في اتاحه فرص للمنتخب الاحتكاك بمدارس افضل واقوى. عندنا تحدي كبير جدا يوم السبت الجاي، وانا فرحان جدا جدا بال يعني طرح التذاكر بتاعه المباراه بتاعه الاهلي والهلال اللي خلصت في خلال ساعات من طرحها، بيدل على انه كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله سواء اللي موجوده في الملعب او اللي هتفرج ورا الشاشات في ظهر الرجاله، عندنا 72 ساعه مهمه، اهم تحدي فيها هو رجوع لاعبتنا الدوليه اللي بتشارك سواء مع منتخبات تونس، جنوب افريقيا او مالي، او حتى طبعا مع بعثه منتخب مصر ان شاء الله ترجع بالسلامه النهارده. 72 ساعه تبقى مهمه جدا جدا، من بكره يرجع الاهلي التدريبات، هنتكلم على ماتش الاهلي والهلال النهارده، نتكلم على ان شاء الله باذن الله مفاتيح عبور الاهلي لادوار الاقصائيه بدايه من دور الثمانيه ان شاء الله. بس خلينا نروح لفاصل يا محمد أكيد. ونرجع نبدا حلقتنا. طيب شفنا بالتاكيد هدافه الاهلي التاريخيين في مسابقات دوري ابطال افريقيا والبطولات الافريقيه في السنوات السابقه، ومحمد ابو تريكه يمكن تخطى 30 هدف، 31 هدف يليه الكابتن محمود الخطيب، ثم بعد ذلك اكتر من لاعب، بنتكلم في عماد متعب، بنتكلم في محمد بركات، وليد سليمان، كمان محمد شريف، وده بقى من احدث الوجوه المنضمه لقائمه الهدافين. ويمكن شريف لسه ما فيش بقاله في الاهلي اكتر من حوالي سنتين ثلاثه، بس قدر يعني يحط نفسه كده في قوائم الهدافين بشكل كبير جدا. على فكره لو رجعنا كمان وشفنا الترتيب بعد كده بعد محمد شريف، ممكن كمان نلاقي علي معلول، لان علي معلول في الفتره الاخيره برضه خلال من 2016 ل 2023 سبع سنوات احرز اهداف وصنع اكتر من هدف كمان في المسابقات الافريقيه. مهم جدا بقى التهديف ده، مهم جدا في الماتش اللي جاي. خلي بالك النقله اللي حصلت عموما بعيدا عن حتى نسخه دوري الابطال دي يا محمد، في نقله نوعيه، يعني سيبك من الالقاب
مشاركات الاهلي ونجاحه في الوصول لنهائي بطوله دوري الابطال معناها انه بيكمل المشوار دايما للاخر. ربنا بيكرمنا ويوفقنا في النهايه ونحقق البطوله او ما بنحققش، دي قصه ثانيه. لكن الجيل اللي موجود النهارده قدامه فرصه تاريخيه، يعني زي ما شفنا طبعا احنا بنتكلم على عمالقه كابتن خطيب، بنتكلم على بوتريكا، بنتكلم على متعب، بنتكلم على بركات، بنتكلم على وليد سليمان، كلها طبعا اسامي من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. لكن انت النهارده لعيب زي ما كان محمد بيقول، زي محمد شريف، موسمين ثلاثه دخل مع الكبار اوريدي، فبالتالي الجيل اللي موجود حاليا عنده فرصه ان شاء الله حتى في المواسم اللي جايه مع وجود بطوله زي السوبر ليج كمان، انه مستوى مشاركاته وتهديفه وارقامه مع الاهلي، القابه وبطولاته يبقى كبير جدا، وان شاء الله املنا كبير جدا جدا في البطوله دي. طيب النادي الاهلي مباراته الهامه والمصريه في رمضان، يمكن انا عاصرت مباريات كثيره في رمضان سواء في رحلات خارجيه او حتى في استاد القاهره في مباريات مصريه، انا فاكر لعبنا سان داونز في مره في الصيام، لعبنا الترجي التونسي وكسبنا معاه بطوله افريقيا لما كنا في مرحله نصف النهائي 2001، هدف سيد عبد الحفيظ، هدف سيد عبد الحفيظ لما كسبنا طبعا مباراه الترجي هناك في تونس، وكان ده ساعتها يعني انتصار جديد للانديه المصريه في الاراضي التونسيه، وكان بتوقيع طبعا مانويل خوسيه المدير الفني للنادي الاهلي في اول تجربه لي مع النادي الاهلي. لكن على مدار السنوات والسنوات النادي الاهلي كان ليه مباريات مصيريه واحداث مهمه جدا في رمضان. تعالوا نشوف في التقرير ده اهم التحديات واهم المباريات المصيريه اللي لعبها الاهلي في المسابقات الافريقيه تحديدا خلال شهر رمضان. ذكريات طبعا لا تنسى، ويبدو كمان ان كابتن سيد عبد الحفيظ نجم الشباك، يعني من لقطتين مهمين جدا وماتشين ما بننساهمش طبعا، ماتش الترجي وماتش سان داونز، والاثنين كانوا في رمضان، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنفرح باذن الله يوم السبت ونقدر نتجاوز ان شاء الله ماتش الهلال ونفرح جماهير النادي الاهلي. وانا النهارده يعني اكتر ما عايز اتكلم كوره عايز اتكلم على ال 50,000 باذن الله اللي كانوا حاضرين في مباراه السبت اللي جاي ان شاء الله في مواجهه الهلال. اعتقد ان مهم جدا جدا ودور كبير جدا مستنينه من جماهير النادي الاهلي يا محمد. والله يا احمد بص، من ساعه التذاكر ما تم طرحها والناس ما عندهاش الا سؤال واحد بس، معاك تذكره؟ يعني الناس كلها بتتكلم على التذاكر صح؟ انا مصر كلها مكلماني على تذاكر. المشكله يا جماعه طبعا جمهور النادي الاهلي، انت لو طرحت 200,000 تذكره هتخلص ساعات. طبعا كلنا عارفين ان التذاكر مجرد ما تم طرحها اونلاين عبر تذكرتي يعني على طول قبل طلوع النهار كانت التذاكر كلها نفذت. انا كنت اتمنى طبعا ان التذاكر يتم طرحها على دفعات لإتاحة الفرصه طبعا لاي حد ممكن ظروفه ما سمحتش او السيستم كان فيه مشكله في وقتها، لكن نتمنى باذن الله طبعا ان ال 50,000 اللي هيحضروا هيكونوا جاهزين للمسانده والتشجيع والمؤازره بالنيابه عن 70-80 مليون اهلاوي في كل مكان. بالزبط. وان شاء الله باذن الله يمكن خلال الساعات اللي جايه يا احمد كمان في نقطه مهمه، الاتحاد الافريقي النهارده بعت ايميل طلب طبعا النسبه المحدده طبقا للائحه لجمهور نادي الهلال، وهي حوالي 5% من عدد التذاكر، يعني بنتكلم في 2500 تذكره. قد يتم اجتماع خلال الساعات اللي جايه ويتم زياده نسبه معينه بحيث ان جمهور الهلال يحضر بالعدد المقرر طبقا للائحه الاتحاد الافريقي، وقد يكون هناك يعني اضافه اخرى لعدد من التذاكر، لكن طبعا هننتظر بقى التاكيدات الرسميه ولكن هنشوف اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. لكن انت مجرد ما تقول للجمهور بس ده في 1000 تذكره هيتم طرحهم تاني، الناس طبعا بتبقى مستنيه تحجز اي تذكره عشان تحضر وتشجع الاهلي باذن الله، والاستاد ان شاء الله باذن الله هيكون اكتر من 50,000 كمان في مباراه السبت باذن الله. طيب خلينا نروح نشوف الاهلي بجد في رمضان، فريق الاهلي بقى مش قناه الاهلي المره دي، مش البرنامج، الاهلي في رمضان وموعده في طبعا مباراتين مهمين جدا في خلال الشهر الفضيل. عندنا مباراه السبت اللي جاي ان شاء الله في مواجهه الهلال السوداني في الجوله الاخيره من دور المجموعات، وعندنا مباراه نهائي كاس مصر في مواجهه بيراميدز اللي هتتلعب باذن الله يوم 10 ابريل الساعة 9:15 بتوقيتنا طبعا هنا في القاهرة، ولسه حتى اللحظة ما فيش يعني أرقام محددة عن الحضور الجماهير، لكن بالتأكيد نهائي الكاس هيكون فيه مسموح فيه حضور الجمهور. خلينا نشوف أجندة الأهلي في رمضان، أهم المواجهات على التوالي والترتيب، نتابعها معاكم في التقرير اللي جاي ونرجع لكم بعد كده نكمل حلقتنا. طيب على بركه الله باذن الله هيكون شهر ابريل شهر التحديات، نعدي بس موقعه الهلال باذن الله يوم السبت اللي جاي، وهيبقى عندنا مباراه مهمه جدا يوم 22 ابريل اول ايام عيد الفطر في حال التاهل باذن الله، هتكون مباراه الدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا، لكن قبلها هتبقى مباراه نهائي كاس مصر، ودي بطوله جديده يا احمد لانها مؤهله للسوبر مع الزمالك يوم 5 مايو في ابو ظبي، وتحديدا هيكون على ملعب مدينه زايد في ابو ظبي. لكن من النقاط الغريبة يعني وانت بتحدد مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 10 إبريل الساعة 9:15 على استاد القاهرة الدولي،
رئيس لجنه المسابقات اعلن ان الحضور مناصفه، الجماهير مناصفه بين الاهلي وبيراميدز. يعني الموضوع مش محتاج شرح يا حاج عامر، يعني الزمالك حتى لما لعب بيراميدز في نهائي الكاس من حوالي سنه ولا سنتين ما كانش فيه جمهور مناصفه ما بين الناديين، فالموضوع مش محتاج. هات بس انت موافقه امنيه واطرح 10,000 او 20,000 بعد نجاح تجربه الاهلي والهلال باذن الله وحضور 50,000، وانت هتلاقي استاد القاهره بيتزين باللون الاحمر باذن الله. ويعني لو في 1000 او 2000 لبيراميدز ما عندناش مشكله اكيد يعني، بس فكره المناصفه دي مش هتبقى منطقيه لان ما حصلتش قبل كده في مناسبات كتيره يا احمد. اكيد بس وارد يعني جماهير انديه ثانيه تروح تشجع ولا ايه؟ ما هو كده بيشجع على كده هو كده بيشجع على كده، لكن عموما يعني الناس بتبقى فاهمه وعارفه. لكن يعني هات بس الموافقه الامنيه وساعتها ربنا يسهل، وتجربه ماتش السبت اللي جاي تعدي على خير وتنجح باذن الله، وانت هتلاقي الملاعب كامله العدد. معلش انا آه. انا ده واحد من الرهانات، يعني انا حابب جدا اتكلم مع المحظوظين طبعا اللي اتيحت ليهم فرصه حضور ماتش الاهلي والهلال في الاستاد ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على ده لانه انا عندي اكتر من رساله اوجهها ليهم، وعشان وقت حلقتنا طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل زميلنا العزيز فاروق صلاح، هيكون معانا في حلقه النهارده نستعرض معاه اهم اخبار النادي الاهلي النهارده. فاصل ونرجع لكم على طول. طيب بالتاكيد فقره الاخبار في تفاصيل مهمه جدا لان في اخبار وفي كواليس، واكتر حد بالتاكيد هيفيدنا في هذه الفقره هيكون معانا زميلنا العزيز فاروق صلاح، النهارده موجود معانا في الاستوديو عشان يدينا اخر الاخبار كنيوز روم، ناخد منه كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الاهلي لمباراه الهلال السوداني. اتفضل يا فاروق. طبعا في البدايه انا سعيد ان انا موجود مع حضراتكم، سعيد بيك يا احمد وسعيد بيك يا محمد ان احنا موجودين داخل بيتنا الكبير بيت النادي الاهلي والاهلي في رمضان. واعتقد ان قناه النادي الاهلي والمسؤولين والقائمين على قناه النادي الاهلي ليهم كل الشكر والتقدير للمساحه اللي بيدوها لينا كمجموعه مراسلين ان احنا نكون موجودين هنا داخل جدران استوديو النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي. فاعتقد امر انا كواحد من المراسلين بشكر اداره النادي الاهلي والقائمين على هذه المشاهده ويعني هذا الاستوديو، وانا سعيد ان انا موجود معكم. احنا اسعد يا رقة. احنا اسعد. رقة كل سنه وانت طيب بدايه، وطبعا مش بس يعني جماهير نادي الاهلي، احنا كمان مستنيين نعرف لانه انت عارف 72 ساعه مهمه جدا قبل مباراه الهلال، يمكن الويندو او الفرصه ضيقه شويه للاستعداد لمباراه مهمه، وخصوصا انه حتى اللاعبين الدوليين ما رجعوش لغايه دلوقتي، عايزين نطمن عليهم، عايزين نطمن كمان على الشناوي. يعني المعلومات اللي جات لي يمكن قبل هوا ان شاء الله باذن الله يكون جاهز. خلينا نتابع معاك اهم اخبار النادي الاهلي النهارده ونتعرف عليها. خلينا طبعا نبدا الاولى، اول اخبارنا الاهلي راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا للهلال. يستأنف النادي الاهلي او الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي حصل على راحه اليوم من التدريبات بامر من مستر مارسيل كولر المدير الفني، وكان الفريق ادى مرانه عصر الامس استعدادا لمباراه الهلال السوداني المقرر لها 9 مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. مستر مارسيل كولر كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المباراة قبل انطلاق المران طبعا للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بهذه المباراة. نروح لخبرنا الثاني الخاص ايضا باستعدادات مستر مارسيل كولر او الفريق عموما لمباراه الهلال السوداني، لمباراه من المباريات المهمه جدا وباعتبارها واحده من اهم مباريات النادي الاهلي هذا الموسم. كولر ينتظر التقرير الفني على اللاعبي الاهلي الدوليين طبعا بكره، او يعني مستر مارسيل كولر هيستلم التقرير قبل المران عن اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخبات الوطنيه، سواء اللي شاركوا مع المنتخب الوطني الاول او مع المنتخب الاولمبي او اللاعبين الاجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فتره التوقف الدولي الحاليه. وطبعا مستر كولر طلب من محللي الاداء في الفريق تقريرا عن لاعبي الاهلي الدوليين خلال مشاركتهم في المنتخبات المختلفه في المباريات الرسميه التي خاضوها على مدار الفتره الماضيه. محمد عايز اقف عند هذا الامر ايضا زميلي احمد، اعتقد مباراه مهمه جدا، اتكلمت في البدايه عن الحضور الجماهيري، واعتقد بدايه ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي واحنا كلنا بنراهن على جمهور النادي الاهلي انه يرسم ملحمه ان شاء الله في هذه المباراه، واعتقد بدايه مهمه جدا كلنا ككل من ينتمي للمنظومه الرياضيه. شوف احنا بقالنا سنين بالنادي بعوده الجماهير للمدرجات، وجزء بشوف جزء ممكن يبقى مش اساسي او مش كبير يا فاروق لتراجع الكره في مصر بشكل عام في السنوات الاخيره هو غياب الجماهير عن المدرجات، وشفنا حتى في بعض المواجهات اللي احنا خضناها كنادي اهلي في الخارج قد ايه دور الجماهير كان حاسم ومؤثر في المباراه دي. واحد من اهم مكاسب مباراه السبت ان شاء الله بعد تاهل الاهلي لدور الثمانيه في بطوله افريقيا
هو انه يفتح باب عوده الجماهير مره ثانيه للمدرجات، ودي مسؤوليه ال 50,000 اللي هيكونوا موجودين اللي بيمثلوا جماهير الكره في كل انحاء مصر، اللي ممكن ياكدوا على انه عوده الجمهور للمدرجات شيء متاح جدا او مقبول جدا او سهل جدا ان شاء الله، لو خرج بالصوره اللي كلنا بنتمناها وكلنا بنراهن عليها، بعيدا عن الدور الاساسي لوجودهم في المباراه طبعا وهو دعم الفريق وان هم يقوموا بالدور اللي اتعودنا طول عمر جماهير النادي الاهلي بتقوم بيه في كل المواجهات الحاسمه. خصوصا يعني برضه احنا في هذا السياق، خصوصا ان النادي الاهلي مقبل طبعا على مباراه النهائي محمد لكاس مصر امام فريق بيراميدز، اعتقد تكون بادره ايضا لعوده الجمهور في هذه المباراه. اتمنى ان شاء الله. خاصه احنا لعبنا المباراه الماضيه من كاس مصر كان بدون جمهور، والنادي الاهلي مقبل على منافسات قويه جدا. حتى لما ابتدوا يدخلوا 2000 3000 في المدرجات، 1500 ابتدوا تقريبا، بعد كده بقوا 2000 او 3000، ابتدينا نحس ان الماتشات بقى يعني رغم انه العدد بسيط جدا، بس ابتدينا نحس انه الماتشات عادت ليها الروح مره ثانيه. بعد ما كنت بتشوف ماتشات اشبه بانها تقسيمه او يعني بتحس المباراه وهي فاضيه او المدرجات وهي فاضيه انك بتتفرج على تقسيمه ولا تمرينه، بقينا نحس، فما بالك لو الجمهور عاد مره ثانيه المدرجات، اعتقد ان الكوره هتختلف تماما في مصر، وهيكون اول المستفيدين منها طبعا النادي الاهلي بجماهيره العظيمه اللي ما بتتاخرش عنه ابدا. بالظبط، مكملين اخبارنا، والاهلي ينعي وفاه والد او وفاه زوج والده حسين الشحات. نعى النادي الاهلي اللاعب حسين الشحات لاعب الفريق الاول في وفاه زوج والدته، حيث قدم للنادي الاهلي التعازي للاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، وشارك عدد من مسؤولي النادي الاهلي في تشييع جثمان والد حسين الشحات لاعب الفريق في يعني طبعا اللي اقيمت اليوم الثلاثاء بمسجد السيده نفيسه. واعلن محمد الشحات شقيق اللاعب عن وفاه والده مساء امس، وكتب شقيق حسين الشحات: ان لله وانا اليه راجعون، ولا نقول الا ما يرضي الله، توفى ابويا الغالي. مستمرين مع اخبارنا، وتاجيل اجتماع لجنه التخطيط بالاهلي، تقرر تاجيل اجتماع لجنه التخطيط الذي كان محددا له ظهر اليوم نظرا للظروف الصحيه التي يعني بيمر بها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والتي تعذر بسببها ايضا مشاركته في تشييع جثمان والد حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكره القدم الى مثواه الاخير. طبعا الف مليون سلامه على الكابتن محمود الخطيب. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للجنه التخطيط، ولكن تعذر طبعا انعقاد الاجتماع بسبب ظرف صحي طارئ كده للكابتن، فالف مليون سلامه على الكابتن محمود الخطيب، نطمئن عليه يا رب خلال الساعات اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يكون موجود في المقصوره الرئيسيه في مباراه الاهلي والهلال باذن الله. وخالص تعزينا طبعا لكابتن حسين الشحات في وفاه والده، يعني خالص تعز طبعا للاسره، واعتقد انه باسم قناه النادي الاهلي وكل الزملاء اللي بيشتغلوا او العاملين فيها يعني بنتقدم خالص تعازي لاسره حسين الشحات، وربنا يلهمهم يا رب الصبر والسلوان. احنا اخبارنا بالنسبه للنادي الاهلي بتنتهي لحد يعني هذا الخبر، ولكن النادي الاهلي طبعا هيستأنف تدريباته غدا بمشيئه الله في 9 مساء اليوم، مساء الغد ان شاء الله، استعدادا طبعا لمواجهه الهلال السوداني. لكن طبعا هنروح واخبارنا مكملين مع اخبار المنتخب المصري، وطبعا بنبارك للمنتخب المصري فوزه على ملاوي باربع اهداف نظيفه، اعتقد خطوه مهمه جدا وبدايه مهمه جدا لمستر روي فيتوريا في انك تفوز خارج ملعبك بهذا الكم من الاهداف. اعتقد شخصيه الفريق انه يحقق الفوز خارج الملعب يا محمد، اعتقد دي نقطه مهمه جدا. اكيد مهمه جدا انك تكسب خارج ارضك وتتصدر التاهل لامم افريقيا في الكوت ديفوار، ده مضمون بنسبه 1000000%، ولكن الصداره واحراز الاهداف خارج الارض بتتكش قوي كده 1000000% دي. لا اصل ده انت صاحب الرصيد الاعلى من الحصول على البطولات الافريقيه. بس انا هقول لك حاجه برضو يعني خلينا نتفق، ماتش غينيا ماتش صعب، انت طبعا قريب جدا من التاهل حتى لو بترتيب يعني التعادل بيننا وبينهم يأهلنا احنا الاثنين. انا عارف ان السيناريو بقى سهل جدا، بس انا الرهان هنا مش على فكره انك تتاهل من عدمه، لانه التاهل مش هدف يا محمد، يعني حتى انك انت تلعب في بطوله افريقيا ده شيء اقل من العادي بالنسبه للمنتخب بحجم منتخب مصر. الاهم بالنسبه لي الاهم بالنسبه لي انت رايح افريقيا او رايح امم افريقيا تعمل ايه، والاهم من كده انه الراجل لازم يشتغل مع ميكالي على كاس العالم 26، يعني اعتقد ده الهدف الاساسي بتاعنا، انت بتشتغل كل ده عشان توصل باذن الله لكاس العالم 26. عارف بس مش تاهل بس، عارف تروح هناك تعمل عارف حاجة. بس انا باكد ليه على فكره ان التاهل طبيعي ومضمون، لان انا مش حابب فكره ان مثلا الاقي تهنئه من اتحاد الكره على الصفحه الرسميه، او الاقي تهنئه مثلا من وزير الشباب والرياضه. يا جماعه احنا منتخب مصر مكانته كبيره، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، فاحنا على المستوى الفني بنحط رجلينا بشكل كويس كبدايه ان احنا نرجع من تاني نبقى احنا كنا التاسع على العالم قبل كده. أيوه.
لكن فكره انك تبالغ في الفرح قوي لا، هو ده اللي اكيد مش مطلوب عشان المراحل اللي جايه بالتاكيد كمان يا فاروق. مهم جدا يا محمد، وده اللي بياخدنا بقى لخبرنا الاول عن منتخب مصر وسيناريوهات تاهل المنتخب الوطني لامم افريقيا 2023. اقترب منتخب مصر طبعا من التاهل الى نهائيات بطوله امم افريقيا 2023 بكوتيفوار بعد الفوز النهارده الكبير طبعا على ملاوي، واصبح على بعد خطوه من التاهل. السيناريو الاول بيحتاج منتخب مصر لنقطه وحيده من اصل 4 نقاط ليصل للنقطه رقم 10 من اجل ضمان الحصول على بطاقه التاهل الى كاس امم افريقيا 2023. السيناريو الثاني تعادل لمنتخب ملاوي امام منتخب اثيوبيا في المباراه المقبله، وهذا يضمن للفراعنه ايضا التاهل الى نهائيات بطوله امم افريقيا 2023. هنروح للخبر التالي، وفيتوريا سعيد بتالق محمد صلاح ولكن سعادتي الاكبر بالمنتخب كاملا. قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول ان المنتخب قدم مباراه رائعه امام ملاوي اليوم في الجوله الرابعه بالتصفيات المؤهله لامم افريقيا كوتيفوار 2024، مشيرا الى ان الفريق لعب مباراه بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراه وترجمتها الى اهداف. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراه: اتمنى حظا اوفر للمنتخب ملاوي في المرحله المقبله، مؤكدا ان منتخب مصر كان الافضل ذهابا وايابا ويستحق حصد النقاط الست بعد المجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين. وأبدى فيتوريا سعادته الكبيرة بتألق محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وتسجيله هدفين في مباراتي ملاوي، لكن سعادته الأكبر بالأداء الجماعي للاعبي الفريق ككل. وتقدم المدير الفني للمنتخب الوطني بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للدعم المستمر للفريق وتلبية كافة احتياجاته طوال الفترة الماضية. مكملين أخبارنا عن المنتخب المصري طبعا، ومجموعة من الأرقام حققها منتخب مصر بعد الفوز على ملاوي. خليني يعني أقول لحضراتكم مجموعة من هذه الأرقام من فوز منتخبنا اليوم على فريق ملاوي. روي فيتوريا حقق 5 انتصارات متتالية مع منتخب مصر ليعادل بداية المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع الفراعنة. فيتوريا أيضا فاز على حساب النيجر وليبيريا وبلجيكا وملاوي 2 مرات، بينما تفوق كوبر على حساب غينيا الاستوائية وملاوي وزامبيا بالإضافة إلى تنزانيا وتشاد. زيزو سجل هدفه الدولي الثاني والأول من لعب المفتوح بعدما سجل من ركلة جزاء أمام السودان في كأس العرب. محمد هاني ده من الأرقام ده أيضا، محمد هاني صنع هدفه الثاني بقميص منتخب مصر بعد الأسيست الذي قدمه لمحمد مجدي أفشة أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021. مصطفى فتحي وعودته أعتقد مهمة جدا للمنتخب المصري ومشاركته. عاد مصطفى فتحي للمشاركة بقميص منتخب مصر لأول مرة بعد غياب 1 سنة و3 أشهر و11 يوم عندما لعب مع الفراعنة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب ضد المنتخب القطري. محمد صلاح هدف الفراعنة طبعا في عهد المدرب البرتغالي روي فيتوريا برصيد 4 أهداف طبعا، وخلفه عمر مرموش ب3 أهداف، كما يعد الثنائي الأكثر صناعة للأهداف مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا. دي يعني مجموعة من أرقام اللاعبين ويعني الأرقام اللي حققها مستر روي فيتوريا واللاعبين في هذه المواجهة. هنروح بقى للخبر الثالث او الخبر الخاص ايضا بمحمد الشناوي، وطبعا حبينا كلنا احنا نطمن على محمد الشناوي في هذه المواجهه طبعا خروجه للاصابه. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي امام ملاوي. طبعا كشف روي فيتوريا سبب استبدال محمد الشناوي بعد اول 45 دقيقه خلال مواجهة ملاوي، وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: الشناوي شعر ببعض الآلام بسبب إصابة سابقة، ولذلك فضلنا تبديله كإجراء احترازي للحفاظ عليه. ولعب الشناوي لمدة 45 دقيقة مع منتخب أمام ملاوي قبل أن يبدأ الشوط الثاني بدلا منه الحارس محمد صبحي. أعتقد يعني نتمنى كل السلامة لمحمد الشناوي، عنصر من العناصر المهمة للنادي الأهلي هيحتاجها ان شاء الله في مباراه، ويحسب للجهاز الاداري الجهاز الفني والجهاز الطبي الحقيقه ان هم ريحوا الشناوي. اكيد طبعا الناس حاطه في اعتباراتها انه عنده مباراه مهمه جدا يوم السبت. هنطمن على الشناوي، نطمن على عوده محترفينا ان شاء الله وبرنامج الاهلي في الايام القادمه استعدادا لمواجهه الهلال. نشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح مره ثانيه، نشكرك فاروق وكل سنه وانت طيب. انا سعيد ان انا كنت موجود معاك احمد، سعيد ان انا كنت موجود معاك يا محمد، كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا. فاصل ونستقبل ضيوفنا ونجومنا النهارده في الاهلي في رمضان.
طبعا اكبر من سجل للاهلي في دوري الابطال. احنا النهارده جايبين لكم على الهواء مباشره اصغر من سجل للاهلي في دوري الابطال، واحد من نجومنا اللي بيشرفونا النهارده ترافولتا الكره المصريه كابتن شريف عبد المنعم، ويشرفنا طبعا الكابتن الكبير احمد ناجي طبعا كابتن النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدرب منتخب مصر السابق، بيشرفونا في سهرتنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، سنة طيبين يا كابتن، سنة طيبين منورين الدنيا. الله يخليك يا كابتن شريف. سنه طيبه يا كابتن احمد. سنه وانتم طيبين. وعايز اقول ايه بقى، عشان ماتش يوم السبت ده ايوه ده ماتش بتاع وطن بتاع وطن مش بتاع عنان. طبعا طبعا طبعا. فهقول اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل، يفوت عليه الزمن يطرح في ارضه الفل، يتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل، اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل. الله الله يا كابتن، الله يا كابتن ناجي، وهنعمل ماتش زي الفل. وقبل ما نبدا الكلام، اللي عايز تذاكر يروح لكابتن شريف عبد المنعم. أيوة. عايز تذاكر كتير. ايوه انا محتاج 6 تذاكر درجه ثانيه. منورين واهلا وسهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. منور الدنيا يا كابتن ناجي. كل سنه ومصر كلها بخير وطيبه واهلها طيبين وناسها طيبين وكل اللي بيحصل فيها طيب، وكل الناس في رمضان بالتحديد بتتحول، بيزيد شويه في رمضان يا كابتن ناجي، بتتحول الى ملائكه. صحيح. فان شاء الله نتمنى ان ده يكون طول السنه باذن الله. اتحولت ولا لسه يا كابتن شريف؟ رمضان في مصر حاجه ثانيه. كل سنه وانتم طيبين. في مصر وانت ماشي كده لو اتاخرت شويه على الفطار وانت بتتفرج على الناس وهي بتجري ورا الناس، بترمي عليك الاكل، بتجري ورا الناس عشان تعمل لهم الاستقبال، ازاي يفطروا وياخدوا الثواب، والاثنين بياخدوا ثواب على فكره، يعني اللي بيفطر واللي بيقدم الفطار. انتوا اكيد عندكم كمان يعني في مشواركم الطويل مع الاهلي ومع المنتخب اكيد في ذكريات في رمضان مختلفه عن بقيه. طبعا اكيد. صح؟ طيب في ذكريات. انتوا لعبتوا مع بعض يا كباتن صح؟ طبعا طبعا. لعبنا جيل واحد كتير. يمكن احمد اكبر مني سنه. بسنه بسنه. انت 59. انا 59. فضحتنا. هو بس حلوه وزي القمر. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. هو ومجدي سن واحد، مجدي عبد الغني هو سن 59. انا مجدي جيلي انا. وحسام البدري اصغر مننا سنتين، وطاهر ابو زيد اكتر مننا سنتين. هم دول 60. ايوه 61. لا طاهر 61 البدري 60 وطاهر 61. تقريبا. كابتن طاهر اكبر من كابتن حسام بدري بسنه. والله بسنه. يبقى طاهر تدخلتنا في حزبه. خلاص واحنا فضحتنا. هم قاعدين دلوقتي. قال لك اوبا بص بقى قول قاعد يحسب معانا دلوقتي. الفرقه دي كان فيها التقايل بقى، مدحت رمضان والوافدين. والوافدين والله يرحمه جمال الجندي الله يرحمه، وخالد جد الله، وخالد جد الله وجمال جوده. بس 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 كل دي كل تيم بيبقى زي دفعه كده يعني. يعني خلي بالك الدفعه دي الوحيده في تاريخ النادي الاهلي اللي ما فيش واحد منهم ما لعبش درجه اولى. ايوه كلهم بلا استثناء، بالحراس كنت انا والله يرحمه الكابتن عادل عبد المنعم. كل الفرقه دي مثلت النادي الاهلي في فلسطين. يعني انا لعبت دوري وكاس وافريقيا، منتخب ناشئين. منتخب ناشئين كنا مؤهلين ان احنا نروح كاس العالم مع كابتن فتحي نصير. وبس فعلا من النوادر ان يكون في جيل في الناشئين كله يلعب درجه اولى بلا استثناء. انا كنت اول واحد لعبت وكنت متخيل ان انا انت فعلا انا يعني انا كنت متخيل ان انا اخر واحد هيلعب في الجيل ده. لان كان عندي قدامي جمال الجندي وخالد وجمال خالد الجندي وخالد الجندي. انا كنت بوافق مع بعض واقول لهم ايه، انا هقعد اتفرج عليكم في الدرجه الاولى فوق ونشوف هتعملوا ايه والكلام. كنا نقعد ننقد بقى ونقول اصل ده كانت لازم تبقى كده وما اعرفش. وبعدين فوجئت ان انا وجمال عبد الحميد ومجدي عبد الغني اللي اختارونا وحطونا في القائمه الافريقيه. واحنا ما كناش نعرف. انت انا لسه بقول انا يعني هتقابلنا كتير بس اول مره اعرف انك اصغر لاعب سجل النادي الاهلي في دوري الابطال. انا كنت خدوني كنت هروح اسافر هورسد وحصل كان ماتش الصومال. كنا هنروح الصومال هلعب في هورسد هناك، وبعدين حصل ايه مش عارف يمكن ورق او حاجه زي كده ما كانش متظبط، فرجعت قالوا لي هتلعب هنا في مصر. فاكر السفرية دي كنا بناكل ايه؟ لا دي مش دي تاني واحدة ولا أول واحدة؟ اللي هي بتاعت هورسد بتاعت الصومال. أنا ما كنتش معاك هناك أنا. السفرية دي حوالي 10 أيام بناكل عيش بموز. عيش بموز؟ مفيش بقى ياميها تاخدوا معاكم أكلكم والجو ده؟ لا لسه بقى. أنت جيت التانية بقى بتاعت الأشغال؟ طبعًا. الأشغال الصومال. الرفاهية دي والسفرية دي بالذات عمري ما أنساها في حياتي، لأن تنسى ايه؟ انا كنت بسقط في الثانويه العامه في الثانويه الرياضيه، سقطت 3 سنين ورا بعض.
كان مدير الكوره كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه. فهناك راح مظبط السفير ومظبط الدنيا ورحت خدت الثانويه العامه من هناك من الصومال. لا والله اه فما انساهاش يعني السفير. في حاجات بتحصل من ورا ظهر يا اول مره اعرف. سجلت ايه؟ احكي لي بقى قصه اول هدف سجلته في دوري الابطال. انا جالي ربنا يديله الصحه كابتن عزت ابو الروس كان مدير الكوره ساعتها، فقال لي تعالى وخدني الاوضه جوه هتتمرن النهارده معانا كده مع الفرقه وبكره هتيجي على الغدا مع الفريق وكده، انت هتلعب بكره تاني تايم بالظبط كده يعني مكان كابتن علي زيور. علي زيور ده التغييرات متحدده من قبل علي زيور يعني مجهزيني ان انا هلعب، عايزينك تروح تنام بدري النهارده وترجي وبكره ما تخافش وقول اي حاجه هنقول لك عليها بكره. تمام. وجيت هنكت الاول انت لما جيتش قبل ما جيت لما خدت الخبر كده يعني هو ساعات في لعيبه كده ربنا بيديها بس ده بجح طول عمره. انت انا بجح لا لا ما بيخافش ولا ايه لا ولا الحاجات دي هي مش بجح في جريء في اتنين لعيبه او ثلاثه في تاريخ النادي الاهلي ما كانوش بيشيلوا هم الماتشات منهم شريف منهم ابراهيم سعيد منهم محمد عباس دول مش فارق معاهم يعني هي بدون يعني لا هو الشخصية كده هو عايز يلعب بمزاجه انا بحب اللعب بيبقى عندك شخصية انك انت عايز تأدي عايز تسعد الناس اللي جاية تتفرج عليك عايز تقدر في اوقات كتيرة بيعمل ضغط وتوتر ومسؤولية لما بيبقى عندك كام لعيب في الملعب مش موجودين انما لما تتزرع في وسط عتاوي طبعا وزيزو وطاهر الشيخ ومختار ومحسن صالح تبقى شقلقان واربعة منتخب مصر ورا عبد الباقي وكابتن حسن حمدي وماهر ويونس وكابتن حسن وفتحي مبروك وسامت وثابت وكرامي هم يشيلوا بقى انا هشيل هم ليه وناجي وعاد عبد المنعم وشوبير كويس بسم الله ما شاء الله خلاص بقى انت في منظومه اي حد يشيل انت مش مطلوب منك تشيل من الشويه اللي هم شافوه فيك انك تقدر تعمله بس هو الاوفر نيرف ده ما يعني في ناس اذا ما جالهاش ما تاديش كويس لو حمى ما قبل المباراه وتبقى انت حاسس كمدرب يا كابتن احمد بتقرا ده في اللعيبه طبعا. يعني تبقى عارف مين عندك وانت بتبقى عامل تشحنه ومين إعداد عندك اعداد نفسي بشكل معين بحيث ان هو ينزل المباراه حابب يلعبها وحابب يطلع احسن حاجه عنده لكن في بتظل التوتر وضبط التوتر والحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه للمدرب مع الفرقه بره النهارده بقى في يعني اخصائي نفسي للحاجات دي والاهلي ابتدى يشتغل ده من 100 سنه يعني من كذا سنه بس عندنا احنا ده جديد قبل كده مين كان بيعمل ده كابتن ناجي مين كان شاطر في ده في جيل في جيل السبعينات والثمانينات يعني في جيل السبعينات والثمانينات كانت اوضه اللبس مليانه ناس تشحن تقدر تخليك قبل المباراه يعني عايز تفرتك نفسك وليه ما نقولش ان الدستور بتاعنا او السيناريو بتاعنا او التربيه اللي احنا متربيينها كل منا عارف لازم تكسب حدوده وشكله وانت متربي على ايه بالزبط. يعني هو ده اللي احنا كنا رايحين بدون تعليمات احنا بنقعد في الجامع قبل المباراه وكابتن الفريق الكبير مثلا كابتن حسن حمدي لو موجود او كابتن خطيب كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس اما اعتقد هم الاربعه وثابت البطل وثابت هم بيقعدوا لبقيه الفرقه ونتكلم ان رغبه الفوز واداء الفوز واداء الفريق كله في ايدك انت في ايدينا احنا سيبك من كل اللي هيتقال دلوقتي في المحاضره بعد احنا اساس كل شيء احنا اللي بنقدر نصدر السهوله على نفسنا احنا في المباراه وبعد كده احنا بنروح نشوف التعليمات ونشوف الفرقه وكل واحد عارف دوره ايه بنخلص الماتش حسب تعليمات في اول 10 دقائق للسرعات اللي موجوده والامكانيات والفرديات العاليه اللي بتبقى موجوده فهو ده اللي اتربوا عليه يعني كله احنا ايامنا ما كانش فيه معسكرات قبل الماتش ما بننامش في اوتيل كنا بنروح اندريه لا كنا كابتن حسن كان بيودينا لدينا كنا بنروح ناكل فراخ كابتن خطيب لا عم عبده البقال وعم عبده البقال الله يرحمه لا كان في كمان واخدين شقه عند واحد صاحبنا لو فاكر فؤاد مصلي فؤاد اللي فوق ويمبي في الجيزه كنا نبات فيها كان ماهر وحمدي جمعه ده بتاعه المانيال لا لا بتاعه المانيال اللي احنا كنا ساكنين فيها انا ومدحت والشله المغتربه لا دي كانت بقى زي المعسكر كنا عاملين معسكر لنفسنا ايوه كابتن خطيب كان يجي وعامر وحمدي جمعه وماهر همام
كل اللعيبه تيجي تبات كانه الماتش كانه معسكر كانه كانه يعني قبل ما يخترعوا المعسكرات دي ما كانش في معسكرات وقتها كنا نقعد مع بعض او نروح سينما وبعدين نيجي ننام وبعدين نروح النادي الظهر غدا الماتش وبتاع وكاننا كنا معسكرين يعني الحكايه دي كنا عاملينها كان في بساطه اعتقد انا كان عندي فيديو بقى وعندي موكات في الارض وبجيب مرتبه انام عليها ما ده كان ابن الناس يعني لا ولا ابن الناس كلكم هو لا لا لا, لا كلنا كنا ليفل واحد على فكره اصل احنا كنا بنرمي الهيل بفين يا في بيت شريف ايوه يا في بيت مجدي هما الاثنين ساكنين في العجوزه وفي شارعين قصاد بعض كده ربنا يرزقنا كان معانا مفتاح الشقق باب مفتوح ما عندناش باب مقفول احنا فكان عندنا فيديو كده وكنا ايام بقى الارجنتين وكان في بطوله كاس عالم 78 مصغره كده 78 فكنا نقعد نعيد الماتشات او كل يخش يلاقي الماتشات شغاله وطبق الفاكهه محطوط وبتاع هي ديت حياتنا ما عندناش لا تليفونات محمول ولا اي حاجه ولا سوشيال ميديا بقى واحنا ميعادنا بكره مع ناجي مثلا الساعه 9 في النادي يبقى كلنا عارفين ان احنا 9 او هنروح الساعه 6 كله مروح الساعه 6 ستة ونص كلنا في البيوت معروف لو اتصلت على البيت هتلاقينا كلنا قاعدين في البيوت موجودين طبعاً. ما كانش فيه الكافيهات والحكايات متطلبات الحياة اختلفت بعد يمكن بعد الماتش تقدر تروح تاكل في بيتزيريا ولا حاجة كده في الهيلتون ولا حاجة دي ده المتعة اللي انت بتعملها لنفسك تدلع نفسك وبرضه نقابل بعض صدفة يعني من غير مواعيد الأماكن اللي كنا بنروحها كنا بنروحها كلنا مع بعض يعني كانت بتبقى ولسه مع بعض لغايه دلوقتي يا كابتن ناجي الحمد لله الدفعه دي او الجروب يعني ده انا يعني على طول في تواصل مع ماهر ومع شريف ومع كل الناس يعني وطبعا بنقلق جدا لتعب بعض او حد عنده حاجه او لا الحمد لله الامور بتمنى السلامه والشفاء يا رب للكابتن محمد عامر كابتن عامر طبعا يعني ده الفل عامر الحمد لله وبس عمل شويه حاجات كده خفيفه فطمنت عليه وكلمته انا عملت قلت له الحمد لله الحمد لله طمن جماهير نادي الاهلي قلت له عامر مش لو كنت بتشرب سجاير وشيشه ما كانش جالك حاجه ده انت اكتر حاجه بتشربها الميه مين اكتر عاملين زي كابتن مين اكتر واحد كلهم مغيرين زي مين اكتر واحد في الجيل معاكم بيشرب شاي على كتير شاي اعتقد حمدي جمعه ايوه حمدي حمدي كان اكتر واحد بيشرب شاي كلنا كنا بنشرب شاي بس اعتقد انت عندك معلومه يعني ده اصلي انا اللي اعرفه ماسك كان احمد الكاس في الجيل اللي بعديه احمد الكاس ده كان احنا بنقابله في المنتخبات يعني لكن في النادي الاهلي كنا يعني عندنا عم حنبله رحمه الله عليه عم فاروق وعم فاروق عم حنبله كان بيدينا المشروبات بالعافيه لا بالاجل بالعافيه وبالاجل لازم تشرب ليمون 3 4 ليمون بعد التمرين تحاسب بعد في اخر الشهر مفيش ساعتها وطبعا احنا حنوته انت ومزاجك رمضان كان ايه كوره بقى رمضان بالنسبه لكم ماتشات رمضان ذكريات رمضان رمضان ده كان عندنا ناس متدينه كتير قوي في الفرقه وفي كل فرقه كده تلاقي 4 5 بيقودوا الحكايه كلها فالباقي بيمتثل وبيمشي بنفس الخطى في رمضان بس وبيتعلم ده في رمضان بس لا انت بتتكلم انت بتتكلم على الطقوس اللي هي الرمضانيه اللي احنا واحنا صغيرين كان لينا طرق في رمضان كنا نقعد نلعب كره لغايه بالليل مثلا في الشوارع لغايه ما الدنيا تظلم علينا ونروح وناخد العلقه المتينه ازاي والكلام ده متاخرين كده ولما بنكبر شويه كويس بنروح للنوادي نلعب في النوادي لما تكبر اكتر تخش بقى في الطقوس اللي هي الـ القيام بعد العشاء والصلاه وقراءه القران ان اهم حاجه فتدرج الحياه بيوديك في حاجات اللي هي طبيعيه حسب السن بتاعك بالنسبه لعيبه الكوره بقى ناجي يقول لك لا هو يعني انا كلاعب مثلا قبل الاولمبياد بتاعه لوس انجلوس كنا معسكرين في المانيا وكان الفرق بين 84 صح؟ 84 الفرق بين الفطار والسحور ثلاث ساعات ثلاث ساعات لان الشمس كانت بتبقى طالعه لحد الساعه 10 ونص يعني تفطر وتفضل فتره الفطر دوبك انت ثلاث ساعات من الاكل ومش عارف تشرب ايه وبتاع تلاقي خلاص الفجر بيه وكده في اوروبا دلوقتي وفي كندا كده ايوه فكان مع مدير الفن الله يرحمه كابتن عبده صالح وكان مع الله يرحمه كابتن فؤاد شعبان فالكابتن عبده اساسا حياته اوروبيه يعني كان عايش في هولندا كان معظم وقته هولنديه فعنده
افطروا يا اولاد، ده شغلكم يا اولاد. وكان كده يعني الله يرحمه. فكان معانا برضو مشايخ جامدين جدا، الدكتور علي شحاته، الدكتور ربيع ياسين. فدول كانوا بقى ايه ماسكين الكنترول على الصيام على اللعيبه، فكنا بنصوم. لا كلنا كنا بنصوم، واهم حاجه صلاه الفجر. ربيع ربيع لازم بيمسك الخرزانه بقى ويصحي بقى ويقوم من النوم وبتاع وحاجات. لغايه دلوقتي كده حتى في واسطه متعود على كده يعني. الحاجات دي بتولد التركيز. كمان في رمضان كنا الصفاقسي 2006 بتاع كاس العالم، اللي رحنا منه كاس العالم. ايوه 2006 بتاع بتركه. ايوه برضو ده ذكرى طبعا ما تتنسيش. والاهلي ذكرياته في رمضان كتير. طب خلينا نتكلم على رمضان دلوقتي، لانه الحقيقه رمضان جاي زي ما كنت بقول انا ومحمد في بدايه الحلقه بالخير كله بصراحه. يعني بعد فتره كده من حاله معاناه عند جماهير الكره في مصر عموما، منتخب الاولمبي بيفرحنا، بعدها بيومين منتخب الاول بيفرحنا، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كمان 72 ساعه الاهلي يفرحنا يوم السبت اللي جاي. هبتدي بمنتخب مصر النهارده، قدم عرض قوي اجمالا كده. شايفين مرحله روي فيتوريا بعد مراحل تخبط نوعا ما، مشاكل اداريه، مشاكل في اجهزه فنيه، شايفين بدايات فيتوريا ازاي، مرحله روي فيتوريا مع منتخب مصر الاول كابتن شريف؟ انا بالنسبه لي كنتائج الراجل ده لعب خمس ماتشات، 2 رسمي وثلاثة ودي، أربعة ودي وواحد رسمي. جاب 14 جول. لعب 2 رسمي، ما هو لعب ماتش ملاوي. جاب 3 يعني، لعب 3 رسمي ولا 2 رسمي وثلاثة. جاب 14 جول في صحيح. ده بالنسبة لي أنا وما استقبلش غير هدف واحد. هدف واحد من بلجيكا. بلجيكا بالظبط. يعني أكبر فرقة تعتبر في العالم كله. بيعمل بالنسبة لنا احنا، أنا وناجي اتعلمنا دايما وإحنا صغيرين إن احنا في حاجة اسمها تثبيت تيم. الراجل ده بيثبت التيم عنده، بيثق في بعض اللاعبين، بيعمل شكل دفاعي من خط وسط ملعبه، ومعتمد على الهجوم بتاعه على اساس انه هجوم قوي. هجوم قوي جدا. بيأمن لفرقته دفاعاته كويس جدا. فهو راجل بيلعب بمبدا اجيب جول وما يخشش فيه جول. ده الاهم عندي في فيتوريا او في الشكل اللي هو شايفه. اي حد بيدي او بيعطي بيدخله، فاتح الباب للناس كلها. محمد هاني من الناس الابرز الوجوه اللي انا شايفها ادت معاه اليومين اللي فاتوا دول. كان في اكرم توفيق اتعور، وده كان من الاساسيات اللي عنده. فالتيم كله اعتقد ثابت جدا، ما عندناش حد تاني غير الونش بس هو اللي اصابته هي اللي بتروح، وتريزيجيه برضو والنني. اذا الايقافات والاصابات هي اللي بتغير يا ناجي الشكل بس، انما غير كده الفورم بتاعه هو طريقه اللعب، غير انه اخر وقت معجب انت في فيتوريا يا كابتن. كويس. هو النهارده كمان اصل لما تبقى لاعب حاسس ان في استحواذ منك بيروح، فتغير الطريقه من 4-3-3 ل 4-4-2 النهارده. ايوه في تاني تايم. فده يبقى راجل اويري يعني. راجل داري صحصح او مصحصح او شايف الدنيا بتعمل، ومش عيب ان انا اطلع فلان وانزل فلان واغير. وان كان دايما احنا بنحسس على ان التغييرات لازم تبقى اسرع، والتغييرات لازم تبقى في ميعادها، وما عندناش اسماء، عندنا نتائج وعندنا عطاء في الملعب. فده خلى الحاله دي تيجي على اللعيبه كمان. انا شايف ان اللعيبه النهارده اتلموا في فتره قليله، الماتش اللي بعده لا عايشين مع بعض بقالهم فتره، ركزوا اكتر، اراده اكتر، عايزين نخلص اكتر، لدرجه ان احنا شفنا طارق حامد النهارده في ال 18 لاول مره هدف. لاول مره بيقول العلامه بيسدد. يبقى هو عامل حاله تحرر، عامل حاله تحرر للناس كلها، حتى صلاح لما بيخش لجوه وبيطلع لبره ومرموش يطلع معاه، فبرجل الناس اللي بتلعبه. وشريف بيتكلم على المرونه التكتيكيه واللي مش موجوده في مدربين كتير. ايوه والخطوط كلها بتلعب في مساحة قليلة قريبة تقريبا 25-30 متر، بحيث ان انت المدرب اساسا المفروض يوفر ازاي اللعيبة تستخدم الجهد. ايوه يا اما تستخدمه بغباء يا اما تستخدمه بذكاء. هو ذكي جدا في الحتة دي. وحاجات قالها شريف ان الناس اللي على الخطوط مش ملتزمين بالخطوط، التبادل المراكز وشغل الخلخلة في المدافعين كان رائع جدا، لانه انت جوه 18 جوه الزحمه بتلاقي في حلول من التحرك اللي هو طبعا انا متخيل ان هم متمرنين عليه، المسانده ومسانده الخطوط ودعم الخطوط لبعض، وبعدين عامل بالانس كويس في ان انا لما افقد الكوره
كل الناس تحت الخطوط بما فيهم صلاح، بما فيهم كل الناس، زيزو، كل الناس اللي المهاجمين بيشتغل جبهات كمان، ووسط الملعب المدافعين بينزلوا يملوا الفراغات بتاعه اللي بين المدافعين وبعضها، فده ادى الاستحواذ بشكل كبير جدا لينا، وكمان ادى فاعليه. ايوه كل ما الناس تكون قريبه من بعضيها، كل ما يبقى اللعيب اللي معاه الكوره عنده حلول ثقه في, في 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 ان هو هيلاقي حد يعني مساعد او مساند ليه، فبتنتهي الهجمه. النهارده عندنا هجمات كتير غير الاجوان اللي احنا جبناها. فطبعا الشكل كويس، لكن برضو يعني برضو طبعا الشكل كويس، لكن المنافس طبعا يعني مش مقياس، لكن برضو مش يعني الناس بتقول مش مقياس، لكن انت والله ملاوي كان ماشي الكوره، انت عمرك ما كسبت يعني. ما كسبت فرق بره مصر بالنتيجه دي اضعف من ملاوي بالشكل ده. انا بكلمك ماتشات كتير يعني مش عايز اقول اسامي لان احنا خسرنا، وبعيدا حتى على سكور يا كابتن ناجي، يعني يعني اعتقد انه يمكن اكتر حاجه ملاحظينها مع فيتوريا هي انه منتخب مصر بقى ليه شكل هجومي. الشخصيه الهجوميه دي احنا كنا افتقدناها مع هيكتور كوبر، افتقدناها مع كارلوس كيروس. لا هيكتور كوبر كان ليه استراتيجيه معاه يعني. كوبر كان ليه مدرسه، هو مدرسه كان كنا بنهاجم كويس جدا لما بيبقى معانا الكوره، لكن الناس كانت شايفه لما احنا ما بيبقاش معانا الكوره كنا عاملين كومباكت غير طبيعي بقى في الدفاع، بحيث انه عندنا كنا مستغلين سرعات صلاح وتريزيجيه. و هي كانت فلسفه كوبر بيخطف حتى لما كان بيدرب مدارس ثانيه غير مصر. لا دي فلسفه واستراتيجيه كانت ناجحه جدا جدا، وعلى فكره جابت نتائج كويسه في الفتره دي، ناجحه على مستوى الارقام، لكن يعني مش ناجحه على مستوى وصل فاينل افريقيا، وصل كاس عالم، لكن ما عملش يعني ما عملناش حاجه في كاس. كسب غانا في اقوى مراحل غانا في حياتها. لا كوبر طبعا كسبنا نيجيريا في نيجيريا. لا ده ماتش 2-0 اللي هنا ده طبعا برج العرب. لا ونيجيريا في نيجيريا الكره على فكره كسب غانا، وكانت اول مباراه لينا مع غانا بعد ما خسرنا ايام بوب راتلي ب6-1. ايوه بالظبط. وتعادلنا مع غانا مش تعادلنا معاهم هناك كمان. كان هو عنده فلسفه طبعا كل مدرب. انا بشوف ان كوبر ده من الناس الحكيمه قوي في استخدام ادواتها يعني. بالظبط كده، في فهم اللعيبه ده كمان كان الادوات قليله. انت عندك مع فيتوريا عندك يعني خامات تانية واشكال تانية ويعني يقدر يشتغل على ناس هي اساسا بتشتغل في بره في فرقها بره في اوروبا. ودي نقطه مهمه جدا حابب نتكلم معاكم فيها، دور المحترفين. بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. هو احتفلنا الحقيقه بشكل زار عليه منتخب مصر النهارده وفي المباريات الاخيره. خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم انا ومحمد طبعا مع نجومنا الكبار كابتن احمد ناجي وكابتن شريف عبد المنعم في الاهلي في رمضان. فاصل ونرجع. طيب دي كانت اطلاله سريعه كده، وبالمناسبه بنتكلم على منتخبنا الوطني والانتصار النهارده والثلاث نقاط مع نجومنا كابتن شريف عبد المنعم والكابتن احمد ناجي. لكن عايز ارجع كمان للذكريات، لان ندخل من الذكريات دي على الحاضر والمستقبل، مباراه الهلال السوداني. لكن في الذكريات مباراه الاهلي في رمضان، ويمكن في فتره الثمانينات كابتن شريف عبد المنعم عايش ده مع النادي الاهلي، والكابتن احمد ناجي شاف ده بقى في الحقبه الجديده في الفتره الحديثه، مباريات افريقيه دوري ابطال افريقيا، اسيك ميموزا في ابيجان، الصفاقسي في 2006، الترجي في 2001، القطن الكاميروني، الاهلي والزمالك في 2005 ذهاب وعوده على ملعب الكوريه الحربيه. ست بطولات كابتن ناجي، ست بطولات. انا حضرت ست بطولات خدناهم كلهم. وفي وقعه في ماتش الصفاقسي دي انا عمري ما انساها لمستر مانويل. هناك ومصر كان 1-1. احنا زي ما تقول جات لنا بقى ايه، عارف انت الاحباط الدقيقتين الاخرانيين دول، هو جات عليه بقى جات الجلاله. ساعات بتيجي عليه جلاله كده يقول لك اي بليف ان لاست مينيت، اي بليف ان لاست مينيت. ايه ده يا عم اتجنن ده ولا ايه؟ اي بليف ان لاست مينيت. المهم الكره جت لشادي. شادي رفع فلافيو متعب، فلافيو المتعب، متعب أبو تريكا جون. أنا في اللحظة دي فين؟ أنا رايح أبارك لأحمد الظهراوي مدرب حراس الصفاقسي مصري. إنه رايح كأس عالم وكلام من كده. وأنا رايح جبنا الجون وهو جاي لي. وكمية دموع، واحد دموعه فرح وواحد دموعه حزن. وكان لسه صغير وعايز يروح كأس العالم. أيوه. وكلام من كده، وولد ممتاز جدا مدرب شاطر. فواحد بيعيط انه فرحان انه خلاص ما فيش،
قبلها بشويه كانت لعيبه الصفاقسي بيقولوا جماهيرها الجمهور ايوه هم بيحتفلوا خلاص هو الجمهور رايح من قبل الماتش بيحتفل وخد البطوله ده اعتقد انه ده وصلنا لكاس العالم احسن لحظتين في حياتي انا في كره القدم كاس العالم 90 ولا 2018 2018 كاس العالم للانديه انا رحت 4 مرات دي بتواكب بالظبط بتاعت قفشه بتاعت القضيه اللي هي بتاعت بتاعه 2006 بتاعت صفاقسي بتاعتنا احنا القضيه ممكن القضيه ممكن بتاعت ايه اللي بتواكب دي يعني بتاعت ابو تريكه بنفس الشكل بنفس الميعاد نفس التأثير يمكن بتاعت قفشه قبل شويه من الميعاد ده بسبع دقائق ولا حاجه لا هي ان 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 الراجل جوزيه ايه بليف يعني يجي له كده يعني هاجس من فيقعد يقول ايه انا اصعب من وجهه نظرك يعني الصفاقسي في 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 بره في تونس ولا الزمالك هنا في القاهره لا الصفاقسي الصفاقسي دي اخر ثانيه انت متعادل 1-1 هنا ورايح هناك ما عندكش غير حاجه واحده بس اللي تعملها وبعدين لازم تجيب جول ويحصل اللي يحصل بعد كده طب انهي فرحتوا بيها اكتر يعني انهي بطوله يعني اهم لو قلت لك تاخد بطوله افريقيا قدام الصفاقسي في تونس ولا بطوله افريقيا قدام الزمالك انا بالنسبه لي الاثنين بس قفشه قفشه بتاعه قفشه انا بالنسبه لي انك انت بطولة أفريقيا من المنافس التقليدي بالنسبة لك دي فرحتين وكاس أفريقيا كمان كويس دي مش حاجة سهلة يعني كابتن ناجي نفس القصة بص هو كل احنا في النادي الأهلي يعني معنى البطولة مش في المنافس معنى البطولة في في الإنجاز في ان انت حققت ذاتك وحققت هدف ناديك المنافس كان مين بقى مش مشكله ان احنا متعودين بس بالنسبه للجمهور حاجه ثانيه لا احنا متعودين ايه انه يعني انا كحدو من اعضاء الجهاز الفني في الحقبه دي انا كسبت الزمالك 30 مره لا بجد ده ده حقيقي 30 مره يعني بنروح للماتش يعني ما انتش خلاص بقت يعني خسرنا مره لما الراجل ريح اللعيبه مشي سافر وادى لحسام البدري الكوتشنج وريحنا اللعيبه كلها خسرنا باين الماتش ده اعتقد كان تحصيل حاصل في لكن انا حضرت مكسب النادي الاهلي على نادي الزمالك 30 مره وفتره صغيره 5 سنين 6 سنين لكن الحكايه مش حكايه ان انت زهقت بقى انا ما زهقت هو لا ما اقصدش انا اقصد انه 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 فلسفه المكسب او النادي العريق ده اللي هو النادي الاهلي يعني لا يقارن بنتائج أندية أخرى لا يقارن المقارنة ظالمة جدا يعني المنافس يعني كتف بكتف يعني بتاخده سنة وهو سنة لكن لا احنا بعيد خالص بعيد جدا المسافة على مستوى ماتش الصفاقس بقى كانت حلاوته انه في آخر رمق والراجل كان عامل كل حاجه كان حاطط التشكيل وكان حاطط التبديلات وكان ملاحق ناس في غير مراكزها كان محمد عبد الله وشيتوس نزل فتره طويله فكان هو احنا كجهاز كنا عارفين بقولك يا ناجي السيناريو ده اول ما لقيتهم عاملين صوره ابو تريكه الدخله ساجد لل ساجد عرفت بيقدم الاميره السمراء يعني الجماهير احنا عرفت ان احنا هنكسب لو كان ماتش قبل ما تريكه يجيب الجول كان في سرد باك عندهم اول ما شفت في الزمالك الشكل ده تقريبا حسيت ان وكان ساعتها كابتن الصفاقسي هيجيبه بالباب انيسه طبعا حسيت ده اول ما شفتهم حتى لغايه اللحظه اللي قبل ما تريكا يجيب جول كنت متاكد هم جابوا جول واتلغى كده اوفسايد جابوا جول اوفسايد حسب اوفسايد من بعدها عرفت ان الاهلي هيكسب هيبقى عنده الحظ الاوفر ان هو يكون هو الكره قبل كابتن شريف وكابتن ناجي يعني قبل ما تلعبوا في الاهلي الكره كانت ازاي كنت تتفرجوا على مين كان بالنسبه لكم يعني الايكون او الرول موديل يعني بالنسبه لرمضان كمان انا دخولي اول يوم في النادي الاهلي كان في رمضان وكان الكابتن خطيب جاي من لندن كان اللي بيعمل غضروف كانه رباط صليبي فاكر كان زمان كان عامل غضروف وفاكر عبد السميع والناس اللي سافرت دي وبطلت بالغضروف ده كان الغضروف دلوقتي عامل زي اللوز اي كلام حاجه سهله فكنت انا جاي من كفر الدوار اختبر في النادي الاهلي وكان الله يديله الصحه ومسيه بخير كابتن طه وكان في التقسيمه كان مين جول كيبر في التوقيت ده كابتن ناجي لا كان ثابت واكرامي وكان معاهم محسن علي والتونسي
فاكرهم عادل وهاني الشريف. هاني الشريف طبعا هاني الشريف ده تبعا من عجوز عشت عمري انا طبعا شريف يفتكر الاسامي دي. واحنا في الاختبار كان جايين 5 من كفر الدوار منهم لعيبه لعبت الله يرحمه بطه والحن لعبوا بعد كده. فالكابتن طبعا اختاروني انا بلعب كنت بلعب في غزل كفر الدوار كل المسابقات يعني التقسيمه دي بالنسبه لي عادي يعني. فجيش شيخ طه قال لي انا هكدب كدبه بيضه واقول لهم ان انت ليك هنا ايه قرايب هتبات عندهم عشان كده احنا هناخدك. فالكوميديا بقى اللي حصلت بعد كده جمعنا احنا الخمسه بتوع كفر الدوار وقال لهم بقى ايه وكان الكابتن عوضينا الله يرحمه كان موجود ده اساسنا كلنا. فقال لهم احمد عنده هنا بيت وكده فالاربعه في حس واحد والله العظيم ما له بيت هو شكلا العظيم ما لهش شكلا احمد ناجي كنت تبص عليه كده كفايه يبقى واقف. وبعدين احنا على ايامنا الكوره ما كانتش بتروح 3-4 مرات لا خالص لو راحت تروح له عاليه يمسك. وكان عندك ماهر همام ده قبل الماتشات يقول لنا ايه محدش فيكم يطلع ياخد كره عاليه انا هاخد كل العالي مالكش دعوه باي حاجه. تخيل لما واحد قدامك يطمنك كده ويقول لك كان وحش كان عالمي كابتن ماهر طبعا فكره ان مدافع ما ياخدش في طوال تاريخه الا انذار ولا انذار قصدي دي كان بيسلكها هو كان بيسلك الدنيا في حد ذاتها صعبه جدا صعبه هو مركز. وكان الله يرحمه كابتن احمد ماهر بقى طبعا كان علاقه احمد ماهر بينا كلنا زي يعني مع ماهر امام حسن يديله كل تعليمات الدرجه الاولى شكلها ايه فماهر طلع متاسس ده ماهر اول واحد لعب فاكر معانا في المنتخب مع نينكوفيتش ايوه صح اللي عملنا كونسولته ده ايام 78 اللي هي بتاعه تونس دي انا ما لعبتش لان رجلي جابوا له زكي عثمان وهيدوكوتي لما راحوا كلهم انا ما سافرتش لان كان عندي شرخ في رجلي من اليمين اللي رجعني على بايرن ميونخ بقى بعد كده انت جالك عرض احتراف في بايرن ميونخ صح؟ هو الراجل شافني هنا جبت اول جول وعديت من الفرقه كلها وعملت جيم كويس قوي فابدا الرغبه قال سال كابتن هيديكوتي بقى قال له ايه ده؟ مين ده؟ ده صغير كان عندك كام سنه ساعتها كابتن؟ كان عندي 19 سنه كان عندي 19 سنه فقال له بس هنا مش هيسيبوه ما عندهمش الشكل الاحترافي ده قال له طب ما نحطه معانا في الفرقه ونروحه كده ما حدش هياخد باله وجات عروض بعد كده كتير يعني بس ما كانش عندنا الشكل الاحترافي ده طيب لا الكوره في الوقت ده كانت جميله جيلكم وبيتهيألي كان في لعيبه كتير ممكن تطلع تحت كل الفردي الفردي كان عالي جدا لكن اللعب كان اريح بكتير من دلوقتي اسرع يعني انت كنت بتجي لك الكوره تستلمها وتتدور وتبص على حد تديله تلاقي لكن دلوقتي في الرسم التكتيكي اللي موجود في المودرن فوتبول دلوقتي انت اول ما بتمسك الكوره بتتخنق ضغط 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 لازم تبقى انت والمهاره لازم تكون اعلى بكتير من زمان عشان تقدر المهاره زمان كانت اعلى من دلوقتي شكلا عشان الملعب بيسمح لك ان انت تبين مهارتك المساحات كانت واسعه وما كانش فيه بقى لكن دلوقتي التكتيك. لازم تبقى مهاري عالي جدا عشان تنفذ المطلوب منك في الرسم التكتيكي بتاع المدرب لازم كل الناس تتحرك يعني الجري من غير كوره نسبته رهيبه ليه عشان يعني اللي معاه الكره ده يلاقي حل واثنين وثلاثه عشان يقدر يتصرف في الكوره بص هنجي الفتره بتاعتنا احنا وفتره مانويل جوزيه كانت الفرقه كل واحد في مركزه نجم ايوه وكل واحد مختار بشكل منتخب يعني مش يعني الفرقه كلها كانت بتروح منتخب فتلاقي فرقه النادي الاهلي كلها الدفاع بالجولين بنص الملعب بثلاثه فراوده كل ده رايح للمنتخب ويجي عليهم لعيبه جامده جدا من المنتخبات الثانيه او من الفرق الثانيه يعني كان في 2 حاجزين مثلا البابلي والجارم من المنصوره 5 جايين من عندهم طبعا. كويس الزمالك 6 جايين من الزمالك 6 فالمنتخب كان بيبقى 30 لعيب ومع ذلك تلاقي لاين فيرويد مصطفى عبده علي خليل والخطيب صح ولا لا طبعا لا صح نص الملعب حسن شحاته وفاروق جعفر وطاهر الشيخ مثلا طاهر او مختار طاهر الشيخ وساعات بيبقى مختار كمان معاهم لو طاهر مش موجود مثلا او حسن مش موجود او حاجه زي كده والدفاع بتاع الاهلي كله وحارس المرمى معاهم عادل المأمور والاثنين بتوع النادي الاهلي ف
كان ده المنتخب، كانت الكرة سريعة جدا، كرة فيها حرفية جامدة جدا، فيها فرديات عالية جدا، فيها ثرو باس، فيها سرعات. علي خليل ده كان في مساحات، علي خليل ده كان يطير والخطيب يترجم كل الدنيا ده مران على علي خليل وخطيب بيترجم جنبه الاهداف وازاي يستلم وازاي يبعت. لا اللعيبه اللي بيقول عليها شريف دي احنا واحنا في التمرين كنا بنستمتع بيهم، تتفرج عليهم. فاصل من المهارات بين مثلا كابتن خطيب وطاهر الشيخ قبل التمرين يقعدوا يعملوا حاجات غريبه الشكل، نقعد يعني النص ساعه اللي قبل العين مبسوطه وهي بتشوط الشوط بقى ما كان فيه بقى هو عيني بيعاني جبابره واباطره جايه بتشوط عليه تمرين شوط ده اللي كان بيسعد ال 5000 او 3000 اللي بيجوا كل تمرين. لا مش 5000 ده احنا تمريننا كان بيبقى فيه 20000 كان كامل العدد. مختار التتش والله 3 ارباع او ايام الاسبوع كان بيبقى 20000 كانه مباراه. ده فضل القصه دي لغايه 2005 لما جه مستر مانويل هو اللي قفل الموضوع ده. بالظبط يعني حضور الجمهور اللي كان بيدخلهم اللايت تريننج بس دول النجوم كلها انت بتيجي تتفرج عليهم ببلاش بخمسه ساق وب 10 ساق تروح تشوف الخطيب تشوف مصطفى تشوف طاهر تشوف صفوت كل ما افتكر حاجه ممكن تضحك نفسك فيه تروح تلاقيه بخمسه ساق. اما انزل كفر الدوار بقى اجازه ولا حاجه تقابل الاربعه اللي كانوا معاك. لا 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 الناس تكلمني تقول لي هو انت بتشوف الخطيب تكلم معاه هو زينا كده بنعاني يعني. اقول لهم والله بقعد اكل معاه واشرب معاه كل حاجه. طب في التدريبات مين اللي كان بيسدد عليك كابتن ناجي كنت بتعمل له الف حساب او التسديده بتاعته صعب تعرف توصل لها؟ لا لا في كان في الوقت ده كان عندنا اكتر من حد. كان جمال جوده ده رجليه مظبوطه جدا. خالد جدالله ماسم جمال الجند الله يرحمه كان يعني العرب الطائشه. لا كان في كتير لا وفي مدرب بقى ما كانش تصد ولا ترد فتحي نصير فتحي نصير ده وحنبولة تخيل حنبولة حنبولة كان بيمرن الاجوان صعب تجيب الكوره يعني مش هزار بتلاقي الكوره في الثمانيه وهو حافي يجي بيظبط الكوره كده ما هي دي مشكله بقى واخد واحده خلى في سسبنس في الكوره دلوقتي ان الكوره 150 جرام ما بتزيدش. احنا الكوره بتاعتنا كانت ممكن تبقى 2 كيلو انا فاكر تشيل تراب وطينه وتشيل يعني لو جت فيك تعورك. احنا كان عندنا الجزم كنا الستارز بنحطه على بعض وكده لعبنا كوره ايام الادوات كانت ضئيله. لا طبعا بقى عايز اعرف برضو مين اللي كنت بتتفرجوا عليهم قبل ما تلعبوا وتبقوا لعيبه كوره والناس عارفاكم كنت بتتفرجوا على مين وتحسوا نفسي ابقى فلان انا ده اكتر لعيب يعني. لا بالنسبه لي انا الايدل كان ثابت واكرامي. ثابت واكرامي كابتن شريف انا كرويف ان شاء الله اللي جابها تونس اللي جابها هولندا اللي جابها نكسب عليه بس نكسب عليه. انا كان كرويف ده بالنسبه لي حكايه ثانيه معجزه. ده كان مدرسه لوحده يقف بالكره ويلف ويرجع ويمشي كده ويرجع كده. انا طبعا ما حضرتوش بس قريت عنه كان حاجه كبيره. في دي ستيفان وفي كرويف وفي جارينشا وفي ايزيبي وفي بيكن باور وفي احنا بنتكلم على الحواشي اللي حوالين بيليه في الوقت ده يعني ان ده وفي مارادونا كان حاجه مارادونا بعد كده شفناه يعني اتفرجنا بيليه ده كان حاجه تانية خالص كان سابق عصره واوانه. وبعدين انا من يعني بحبه لان هو كان اجتماعيا مميز جدا. بيليه كان عنده صوت حلو قوي بيلعب مزيكا محترف يعني وحاجه يعني كده ما احترفش هو بره البرازيل طول عمره. لا احترف في سانتوس في امريكا احترف في امريكا بس ما لعبش في اوروبا وجه هنا مصر لعبنا مع سانتوس. ايوه لعبنا هو ناجي كان دايما احنا في لما نكسب في افريقيا مثلا نروح لعب في افريقيا كان هو زعيم الذي يقود الفرقه في النغم يعني يقول لنا المقطوعه او التيمه بتاعت التنانات ويروح مغني لنا فكنا نبص له ورا كده. لعيبه الكوره مش سهله يعني ما كانش يبقى عنده تون وعنده اداء وعنده ما كناش نستقبل ولكن ما كان بيعدي كان معدي يعني. احنا 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 مثلا عندنا مثلا نيجي من اسوان لمصر في القطر او في كان عندنا واحد عنده مقدره انه يتكلم المسافه دي كلها اتنين مين يا استاذ؟ لا عندك مدحت ومجدي الاثنين دول لا يتكلموا 24 ساعه ما بيفصلوش مفيش صعب قوي الواحد ينام ويقوم يلاقيهم عمالين لسه شغالين لا يقفوا على بعض ويطلعوا افيهات عليك ومش عارف ايه واي لازم يكون ليهم وضع معين في الترفيه عن الفرقه يعني. برضو من الحاجات اللي اختلفت النهارده في احتراف
لعيب ممكن يلعب معاك سيزن 2 ويمشي الفريق تاني يحترف بره يرجع بعدها تكون انت لكن انتوا بتهالي قضيتوا سنين طويله جدا مع بعض. لا احنا كان زواج كاسوليكي ده فاهم انت بيقعدوا مع بعضهم اكتر ما كناش بنزعل كمان لما اي حد يلعب يعني تثبيت تيم فلان دخل النهارده انا عارف ان انا مش هقدر العب النهارده لان انا عندي اصابه وهتجرب تاني تايم وفي كان كله قنوع برأي الجهاز الفني وكله على اتم الاستعداد لان هم كانوا زي نلعب ان شاء الله نص ساعه يعني انا مره لعبت ماتش اكرامي سخن وخلص التسخين خالص هيبدا يعني هيبدا ماتش المصري لا ما اسكو وكان عندنا الدكتور سيد سالم الله يرحمه فاكرامي دلوعته الامر كده ولذيذ يعني فقال له يا دكتور عندي صداع ومش عارف راح مديله برشام برشامه دي كان هو عنده حساسيه منها قعد وشه يتنفخ يتنفخ كان الاوضه اللي احنا فاكر المرايه الكبيره اللي كانت في الاوضه كرامي يبص على وشه ويلطم وانا نزلت لعبت يعني هو سخن وانا نزلت لعبت بعد الماتش بقى الجمال رامي رايح مستشفى المولين العرب عشان يعمل كنا بنلعب في المولين العرب ده ضد اسكو صح تيك اب وكده فكرامي قال لهم خلوا احمد يجي يبات معايا بص علاقتنا احنا الاثنين حراس وشوف علاقتنا كانت عامله ازاي اكيد انه كان بيحبك لا انا يعني انا بحكي على طبعا كان عيط وانت والله العظيم بالعكس كنا كل علاقتنا كلنا طبعا لان الكره في الوقت ده من ناحيه الانسانيه كانت عاليه جدا كل واحد كان عارف مكانته فين كل واحد كان عارف مقدرته فين كل واحد كان عارف النهارده لو انا موجود مش عشان وصلنا ان بتلعبوا ماتش وماتش بالظبط كرامي ماتش ثابت ماتش مفيش كرامي او ثابت واصابه بصراحه كابتن ناجي ماتش يمكن عشان كانت الماده ملهاش برضو لا اللي يقول لك كده يبقى كذاب كنا بناخد فلوس لما تيجي تقيسها بالزمن ده كنا عايشين كويس قوي بس ما نقدرش نجيب شقق ما نقدرش نركب بس خدنا شقه خدنا شقه ايوه مصروفك بقى لا يا حبيبي من عارف منين من مكافئات البطولات لا كان في شخصيه ادتنا شقه انتوا بقى انا ما عداش عليا الشخصيه دي تيسير بالهواري لا تيسير ده في حته تانية ما يعني في اهو تيسير ده هو اللي عالجني تيسير ده احنا بص تيسير الهواري ده هو اللي قام بكل شيء يمكن طبعا كمان محمد بيشتا طبعا ايامينا طبعا فبس تسير حواري ده 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 عايز 300 حلقه ربنا يديه الصحه الصندوق الاسود فعلا بتاع فلا اللي يقول لك احنا ما كناش بناخد فلوس ده بيهجص كل سنه طيب يا حاج تسير يعني انا جبت عربيه اول عربيه سنه 1978 ب 3000 جنيه مازدا سبور فاكرها الصفرة والرقم ده وقتها 3000 جنيه يعني انت عايز تجيب العربيه دي دلوقتي ب 3 مليون فيبقى كنا بناخد ولا ما بناخدش كنا عيشتنا افضل عيشه النادي الاهلي كان معيشنا افضل عيشه كان بيعلمنا ويجيب لنا دروس خصوصيه مدرسين في البيت يعلمونا عشان ننجح ما كنت انا بسقط انا كنت شاطر فلا كنا بناخد فلوس بالمقارنه بالزمن ده كويس كويس يعني جدا قصه انه لك زمان اول وانه الهوايه او اللعبه في عصر غير مش فلوس احترافيه يعني انما فلوس اول كابتن ناجي فلوس اول مكافاه اكشف حاجه اول مكافاه بطوله على وزير اول مكافاه بطوله اللي هي كانت ماتش 4-2 بتاع الكاس اهلي وزمالك 78 لما كنا مغلوبين 2-1 ونزل الكابتن خطيب ونزل طاهر الشيخ فاكر الماتش ده ليلتي توفى والدي الله يرحمه ربنا يرحمه انا خدت كام بقى 700 وحاجه و80 700 حاجه و80 دول عملت بيهم كتير حاجات كتير جدا في بيتنا بقى جبت ثلاجه وجبت مش عارف ايه وحاجات والله العظيم فلا احنا كنا مرفهين كنا بناخد فلوس كويسه وكان يحتفى بينا في اي مكان احنا نروحه يعني اي مكان اللعيبه دي كانت ليها تقل يعني انت تخيل رايح مشوار مع كابتن الخطيب يا نهار اخبر اللبن العصفور هيجي لك فاهم انت ازاي فكنا لا يعني اللعب الاسم الاهلي واللعب للاهلي ده بيبقى كنز او شرف انت كلاعب في التوقيت ده لازم تبقى عشان كده انا عايز اقول لك حاجه محمد عارف انت بتلعب فين او عارف اللي مش اللي ممتن عايز اقول لك حاجه مهمه جدا اللي مش ممتن ان لحم كتافه من خير النادي الاهلي يبقى ده شخصيه مش طبيعيه مش طبيعيه مش طبيعيه لان احنا جايين من بلاد فقيره واسر فقيره
وبقينا الحمد لله يعني حتى لما سيبنا النادي الأهلي إحنا كنا بنكرم في الأندية اللي إحنا بنروح لها عشان إحنا جايين من النادي الأهلي وأسعارنا كمدربين كانت بتتوزن علشان إحنا كنا شغالين في النادي الأهلي. بس اسمح لي يا كابتن أحمد معلش، حتى وإن كان في حاجة يعني حالات كده بتبقى استثناء مش قاعدة. لا أنا إحنا أنا بتكلم يعني لا أنا بتكلم والله بتكلم يعني حتة إن أنت تبقى منتمي دي مهمة يعني مش مهمة إيه لو ما كانتش فيك لازم تدور على نفسك أنت فيك حاجة. لا الغالبية العظمى لا طبعا يعني طبعًا. أنا قابلت كتير وأعرف كتير بقول لك الغالبية العظمى وأنت لما سوريا اتفضل أنت لما رحت النادي الأهلي كنت تتمنى تقعد قد إيه في الجهاز؟ قلت لحسام بدري قد إيه؟ كنا اسمع حكاية دي قصة غريبة عشان تعرف الرضا وربنا بيدي قد إيه. احنا كنا كان كابتن محمد رمضان مدير الكرة في القطاع وقال الكابتن صالح عايزك انت وحسام في القطاع لا عايزنا في الفريق الاول في المختار التتش في الجزيره عايزكم انتوا الاثنين عايزكم تروحوا له يعني نروح له فكنا راكبين عربيه حسام برضو من الناس زي ده عندهم عربيات من زمان وكده فروحنا وقعدنا مع الكابتن وكنا بنسمع بقى ايه واحنا ماشيين ربك لما يريد احلامنا هتتحقق وبتاعت محمد منير ده قال لهم انا رحت لحسام قلت له ايه فقلت له لو كانوا بعتين لنا عشان نشتغل في الدرجه الاولى يا رب نشتغل سنه كده اسمنا يبقى معروف 16 انا 16 وبعدين بقى ايه ننطلق بقى قعدنا 13 موسم شوف 13 موسم 13 موسم ورا بعض اتمنى وربنا سمع واداله على قد تخيل على قد اللي جواه ما هو انت لو مش كويس ربنا مش هديك كمان 13 ساعه كمان مش يعني مش الاهلي اللي مشانا يعني انا رحت بعديها مع مستر مانو الايران فكان ديل يعني ان تعالى معايا ايران وانا محتاجك وكده يعني فرض نفسه واسلوبه على جهاز فني ومنطقه خطر جدا او صعب جدا انك انت تستمر فيها 3 4 مواسم ايوه فانك تستمر كل ده اذا الشخصيه اللي هي بتبقى موجوده دي هي اللي بيتبس فيها شخصيه الاهلي لا بس في حاجات اللي هو يقدر يعيش في حاجات انت يعني يتعلم كويس قوي في حاجات انت لازم بتاخدها من مكان يعني مع كامل احترامي طبعا انا مدرك تماما لانه كل حد ليه تكوينه وثقافته وبيئته وتربيته لكن انا متاكد انه الاهلي وجودكم جوه الاهلي عشتكم جوه الاهلي السنين دي غيرت فيكم حاجات كتيره جدا لو كنتوا في مكان تاني كان ممكن جدا ما تكونش يعني أو احنا تختلف بقى احنا قاعدين معاك دلوقتي او موجودين مثلا في النادي الاهلي او معديين من جنب النادي الاهلي بس انت كنت بترجع بذكرياتك كده انك انت كنت واحد من النادي الاهلي انت عايش على ده لغايه دلوقتي انا مين انا فلان شريف عبد المنعم مين شريف عبد المنعم كان لاعب النادي الاهلي ما انا مثلت في السينما كويس ما بيقولوش غير لاعب النادي الاهلي كويس قال ايه دلوقتي تجاوز النهارده في 2 قال ايه لا وبس الرائع جدا ايه انا بقى كان عندي يعني لما سبت النادي يعني لما اكون مثلا في اسكندريه وراجع لازم ارجع من الكوبري اللي بينزلني على النادي الاهلي فمره بنتي امينه انا ماشي من النادي الاهلي قاعده كانه مقام فاهم انت ازاي والله النادي الاهلي حكايه تانية خالص حتى لما تيجي تعدي من زي ما بيقول احمد وتركن وتتمشى الحته الصغيره دي العربيات اللي جايه دي كلها اللي بيزمرك واللي بيسلم عليك صح طب انت عايز ايه بقى بعد كده واللي بيعدي جنب سوق ورزقك في السماء وما توعدون كويس فبلاش زي ما انتوا قلتوا ان انت تبص في حته ربنا هو اللي بي 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 بيحطك في المكان ده وشخصيه اللاعب او شخصيه من ينتمي الى النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي فلازم انت تبقى عارف حدودك رايح فين صحيح. وجاي منين وتقدر تخدم فين وانا مش لازم ابقى مدير كوره صحيح ولا أكيد. لازم ابقى مدرب طبعا ولا لازم ابقى موجود في النادي الاهلي عشان ان انا ممكن ابقى روشتا ده بالنسبه لك بالنسبه للناس كلها بتحب تسمع ارائي مثلا اوكي بحساباتها ثانيه مختلفه انا راجل بحب احلل مثلا كوره او بعدت عن موضوع التدريب مثلا فممكن انت يعني تنجح او ممكن برضو ما تنجح انك انت لما تتواصل مع جميل نادي وتبقى قبلاك او حابه انك انت تشوفك او تسمع انت بتقول ايه ما ده نجاح برضو ودي تربيه النادي الاهلي برضو ودي شخصيه النادي الاهلي فوجود اي حد فينا دلوقتي النهارده هنا ده البنك الاهلي
اللي دايما انا بطلع اقولها اللي بيفتح حسابه معاك طول عمره بيفتح لك حسابك طول عمره طبعا يعني. طبعا ما حدش يقدر يقفل الحساب الا انت. فانتوا بتتكلموا على نوعيه هي زادت في حسابها بايديها مش النادي اللي قفل لهم الحساب على فكره. هم خربشوا على نفسهم كده وقفلوا الحساب ويمكن هم لما تجاوزوا او خرجوا او عملوا اي حاجه ده طمع برضو في كرم النادي الاهلي طمع في المكان اللي تربوا فيه طمع في حقيقتهم ان هم يبقوا موجودين وليهم مكان ادوا كتير قوي ونجحوا وجابوا بطولات وكلام من ده بيبقى فيه اسلوب خط صغير رفيع كده انك انت تمشي فيه بس. انا يعني في ده مع كامل احترامي وتقديري بشوف انه يعني مهما كنت اديت للنادي الاهلي مش ممكن تبقى صاحب فضل عليه بالعكس الاهلي صاحب فضل على الجميع. الاهلي هو صاحب يعني مهما كنت اديت ومهما كانت رحله العطاء ومشوار العطاء والتضحيات اللي انت قدمتها فانت بالتاكيد خدت اكتر بكتير جدا في المقابل اللي عدى جنب سور النادي الاهلي احمد خد طبعا. طيب قبل ما نروح بقى لمباراه الاهلي والهلال انت رحت للتمثيل ولا التمثيل هو اللي جالك؟ التمثيل هو اللي جالي طبعا او التمثيل هو اللي جالنا او الفن هو اللي بيجي لنا احنا عمرنا ما العمل الفني يعني ده في كذا حد مثل في كرامي يمثل طاهر الشيخ مثل كرامي يمثل وطاهر الشيخ كابتن صالح كابتن صالح لينا كلنا كابتن صالح كان ممثل بقى بجد ايوه يمكن انا اللي استمريت فيهم اكتر شويه يعني خدت الموضوع عشان انا جات لي الحادثه وقعدت فتره ما بلعبش وبعدين رجعت لعبت تاني وبعد بطلت بدري صغير فالموضوع اتلاحق معايا شويه قال لك هو بيأدي في دور الضابط كويس طب ما تيجي نجرب هنا كمان مره طب ما نجرب هنا طب هو مش عارف مش هو طول عمره بقى ايه في اوضه اللبس ايوه بيمثل بيمثل عادل ادهم يا ده صعب قوي صحيح الكلام ده كنا اهرب يا زكي ادرا بنهزر اهرب يا زكي ادرا احنا داخلين على الشاش هنقول ايه اهرب يا زكي ادرا ادي لك كده طيب حته صغيره حته صغيره احمد ناجي ده ايوه كان طول عمره جول خرم مش بطال كان عالمي طبعا علامه من علامات السينما المصريه الله يرحمه كنا كانوا يقابلوه بقى يقولوا له عندنا لعيب بيحبك فربيع ياسين يمسك يقفش بقى في الجمله اللي قالها قال له شيء ده ولد ظريف ولد ظريف هو كل شويه ربيع يقول لي ولد ظريف ابو رابي ابو رابي طيب مباراه الاهلي والهلال كابتن ناجي انت اكيد عشت لحظات ومواقف اصعب حتى من مباراه السبت اللي جاي بس ايه اللي تقدر تقوله على المباراه؟ ايه اللي تقدر تقوله للعيبه؟ ايه اللي تقدر تقوله للشناوي؟ ايه اللي تقدر تقوله للجمهور؟ لا بس في الاول عايز اقول انه الراحة النفسية للاعب أو الإعداد النفسي أو الإعداد الذهني ده جزء يعني محترم من حجم المنافسة اللي أنت هتشتغل فيها. الناس يعني بتنسى حاجات حتى وإحنا بناخد خمس بطولات الخمس بطولات كنا بناخدهم كنا بنطلع من الزراف السنغالي في دوري التمهيدي كنا بنتغلب من الاسماعيلي 3-0 في استاد القاهره مظبوط كنا بنطلع من اسمنت السويس اسمنت السويس في كاس مصر فنتائج كره القدم بيترو اتلتيكو كسب في القاهره انا فاكر 4-2 ايوه بالظبط اما كان معاهم الناس اللي احنا جبناها فلافيو فلافيو جيلبرتو افيلينو فلا عايز اقول ايه انه لعيب الكوره بيبقى حسب حالته في اليوم ده مش ان لعيب الكوره خسر مباراه بسكور يبقى ما يستاهلش الفانيلا يبقى لازم يمشي احنا عندنا احسن لعيبه في مصر عندنا احسن مجموعه لعيبه في مصر بالبنش اللي بره البنش فدول احنا لازم نفهم ونستوعب ازاي نساندهم وازاي ندعمهم علشان كل واحد يعني هم طبعا عارفين امكانيات نفسهم وعارفين هم فين بس كمان الدعم النفسي ده وان انت تبقى جزء مهم من الاداء حاسس بظهرك يعني متغطي ما كانتش التذاكر خلصت في ساعتين يا كابتن هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله فرقه الهلال طبعا فيها عناصر كويسه فيها السته اللي قدام مش بطلين فلازم يبقى احنا عندنا والجمهور التسعين دقيقة يعني ما جبناش في التمانين ولا في السبعين هنجيب في الخمسة وتمانين هنجيب في التسعين هنجيب في بلس تسعين حصلت في الكونفدرالية لازم الناس تبقى فاهمة كده ولازم الناس
تبقى عندها الوعي بتاع كرة القدم. كرة القدم احنا ما بنتغلب، ما حدش بيموت يعني، بس الناس بتحب الاهلي وبتغير على الاهلي، والاهلي عود الناس دايما. انت اقل موسم بتطلع فيها كابتن احمد واخد لك بطوله ولا بطولتين، الناس بتحس ان ده عادي يعني، ما بيبقاش في فرحه كبيره، لان أيوة الاهلي عود جماهيره احنا على كده. احنا بنقول بنلفت نظر جماهيرنا انه ما يزومش بدري، يصبر، المكسب هيجي في اي وقت، ممكن يجي بدري ان شاء الله، يجي بدري وان شاء الله ونخلص ونبقى مرتاحين. لكن دي فرقه بطوله، لا دي واخده بطولتين افريقيا يمكن في 3 4 سنين. ايوه يعني لا ريال مدريد بيعملها ولا برشلونه بتعملها ولا اي حد. الفرقه خلال 5 مواسم أو 6 مواسم خسرانه في الفاينل 5 مرات، فده عادي جدا في كره القدم. كره القدم محتاجه دايما توصل فاينل، ان الادرينالين بتاع اللاعب ما يبقاش بنسبه عاليه قبل ما يلعب، ويقعد يفكر مين قال عليا ومين عمل عليا. للاسف الشديد لعبتنا بتبقى كتير بالحاجات دي، بتبص على الحاجات دي، فعايزين الناس تبقى واعيه جدا. وفي جزء كبير من جماهير النادي الاهلي واعيه بكده، انه لازم اللعيبه تبقى نازله مطمنه وعندها بالانس. ودي نقطه مهمه جدا يعني. أنا طبعا حابب أتكلم، أو نجومنا النهاردة تتكلم مع 50,000 اللي رايحين استاد القاهرة إن شاء الله يوم السبت، لكن الأهم كمان من ده الملايين بقى اللي موجودين على السوشيال ميديا. حتى لو الفريق دخل في حالة عزلة، وأنا عارف قبل الماتشات المهمة دي بيبقى مش مطلوب متابعة وسائل الإعلام، مش مطلوب متابعة السوشيال ميديا، حالة تبقى حالة التركيز كلها في ال 90 دقيقة بتوع المباراة، لكن ده مطلوب كمان يبقى حاصل على السوشيال ميديا الدعم والمساندة. الثلاث أيام دول مهم جدا. ال 50,000 اللي موجودين في الاستاد ليهم دور، الملايين اللي موجودين على السوشيال ميديا ليهم دور برضه. انا بالنسبه لي اللعيبه اللي راحت المنتخب راجع بمعنويات كويس مرتفعه كاعداد بدني وكشكل، هم ما في احسن حالات، واللي بيواكب الفورمه الحاله النفسيه. الحاله النفسيه دي بتخليك في حته تانية. مهما لعبت بره مصر بيبقى الماتش صعب جدا، مش سهل. مهما انا النهارده بتفرج على ملاوي عندها استحواذ في الملعب كبير جدا. النهارده مالي طلعت السنغال في 23 من بطوله افريقيا، مفاجاه يعني، تصفيات 23. صاحب الارض دايما بيبقى له شكل. انت النهارده لما تبقى بتمتص حماس وبتمتص جماهير بتلعب قدامها وبتمتص حاجات كده، اذا انك انت كواليتي وفردياتك او زي ما قال احمد اللاعب والكوره ده حاجه ثانيه. ادام قدر يحط نفسه في بؤرة الضوء ويعمل حالة نفسية لنفسه، فأعتقد هو راجع عندي في النادي الأهلي. في لعيبة كمان بتحاول تثبت إن هم أقدر بالوجود في المنتخبات، وأقدر إن هم على الساحة من أحسن اللعيبة اللي موجودة، فدي فرصة كبيرة جدا كل يوم السبت لينا كلنا نثبت فيها لجماهيرنا اللي هي رايحة وعشمانة فينا وعارفين إن احنا قد المسؤولية كلنا، إذا كان جوه الملعب أو بره الملعب. فاليوم ده كل الناس مقدرة بدون ضغط نفسي عليه، مقدره النتيجه هتفرق قد ايه الشكل، لدرجه ان انا حاسس ان مباراه الهلال دي بالنسبه لي بقت نص المشوار. مش حاسس المشوار. ان المباراه دي شبيهه بماتش الاتحاد الليبي؟ كل طبعاً. حضرتها في الاستاد كابتن شريف بتاع شهاب، بتاع حسام بدري كان، صح؟ وانت كنت موجود. انا معجب باحمد قوي، عنده تواريخه والاسامي. لا انا بتكلم، هو قال شهاب اللي قالك لا احمد اللي قال شهاب، هو احمد قال الاتحاد الليبي وانا قلت شهاب. اوكي هو لا اللي جاب الجون شهاب، كان احمد قاعد يديلك. لا 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 لان انا الجون ده الراجل المؤرخ اللي ده ابني ده انا مربيه، تاتش تدوس عليه اقسم بالله مربيه. وبعدين الجون ده انا مرنته بعد كده سمير عبود، مرنته في الاتحاد الليبي. شهاب خد واحده مع كابتن انور سلامي، الشاب دي راحت صاروخ. الماتش ده على فكره كابتن شريف كان في المقصوره، قام وقف على على الستيج بتاع المقصوره وكان يرقص. قعد يرقص. انا فاكر لا مرقص ولا حاجه، انا بنسى نفسي وبشجع زي اي مشاهد وانا قاعد في الاستاد. غريب يعني. الاهلي ده غريب بجد والله، حاله غريبه جدا. ساحر. في 90 دقيقه تلاقي نفسك عشت كميه مشاعر واحاسيس. الماتش بتاع متعب بتاع الكونفدراليه سيسبور ايفوار، قاعدين لغايه دقيقة 95 عارفين ان احنا هنكسب في اي وقت، ما ضاع مننا جوان كتير. ده المدرب في اليوم ده اتجنن، حصل له حاجه يعني. ده جري، هو ده اللي جري. المدرب الاسباني جريدو جريدو ساعتها، او جريدو ده عاش، حد يعرف جريدو؟
ما هو من الجندة. انتقل لكل الأندية من الجندة. دي من خلال وجوده في الأهلي بقى في أسبانيا وفي الدنيا وفي المغرب مرن وجي مصر تاني أي حد دلوقتي في المغرب وفي الوقت في المغرب أي حد بيجي هنا ما شاء الله الله أكبر اسمه بيبقى كبير بيبقى ناس محترمة جاية طبعا وما أعرفش إيه وليهم تاريخ بس بيزيد قوي مع النادي الأهلي فوجودك هنا في النادي الأهلي إن شاء الله تحس بيه يوم السبت بمباراة كبيرة جدا بأداء لعيبة سهل جدا عادي بالنسبة لهم جدا انتوا أحسن انتوا أفضل هنفرح بيكم يوم السبت إن شاء الله وتسعدوا الجماهير دي كلها يعني. 72 ساعة يمكن واحدة من الحاجات اللي شوية الناس شايلة همها فرقة كانت يعني مين في تونس ومين في مالي ومين في جنوب أفريقيا ومين مع مصر في ملاوي ومين مع مصر في زامبيا فبرضو يعني حالة الـ 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 عدم الـ كفاية الوقت اللي ممكن تحضر ليه المباراة مهمة ممكن يبقى مؤثر كابتن ناجي ممكن يبقى ليه تأثيره كابتن لا هم عدد الساعات اللي اتمرنوها مع بعض ومع مع مستر كولر كبير جدا يعني مش هتبقى ده هو مدي راحة امبارح يعني هو نفسه مدي راحة امبارح احيانا كتيرة جدا الراحة تبقى اهم من الشغل يعني هو بيبقى عامل الاعباء البدنيه والفنيه والنفسيه فكره انك تجمع الفرقه وتحطها في مود الماتش يعني تتحضر يعني بقى تاكتكس وطريقه يعني هم خدوا راحه النهارده بتاع المنتخب خدوا راحه النهارده بكره جايين تدريب تاني فدول خدوا راحه ودول خدوا راحه وده مهم جدا 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 لان انت تعمل يعني نظام الاستشفاء وتتخلص من لاكتيك اهم حاجه الاستشفاء تتخلص من لاكتيك اسيد اللي هو المفروض تتخلص منه قبل المباريات فلا يعني شايف انه 3 ايام كويس قوي كويسين وبعدين انت كمان عندك مجموعه اللعيبه تملك من الخبرات ان هي تخش في الجيم على طول يعني مش قصدي الجيم اللي هو هيتلعب لا الجيم اللي هو المفروض انا بفكر فيه من ساعه ما خلصت المباراه هناك اخر مباراه والاحتياجات اللي انا محتاجها في المباراه اللي بعد كده فهم المفروض هم يعني دخلوا الجيم وخلصوا ماتش المنتخب خلاص فكل واحد راجع على ماتش الهلال ومش عايزين نصعب الامور ونقول ان اخر المطاف ولا اخر الدنيا ان 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 ماتش الهلال لا ماتش الهلال هيكسبوه ان شاء الله باذن الله وهيكسبوه بنتيجه كويسه جدا لان احنا فرقه قويه وفرقه قويه جدا احسن فرقه في القاره حتى بالنتائج اللي احنا عملناها في الاخر دي ده يوم كان اللعيبه مش شايفه فيه ان شاء الله باذن الله نبارك لهم ان شاء الله يوم السبت ونفرح ونبتدي نستعد كالعاده لان المواقف دي احنا عشناها كلها طبعا محمد عارف كان عايش معانا يعني المواقف دي عشناها كتير واحيانا كتير احنا اتاهلنا من احنا في السكند لوجيست المواقف صعبه يعني في هو ميزه المباراه دي يا ناجي انها هتبقى مفتوحه اللي جايه مش جايه الفرقه اللي جايه برضه عايزه مش جايه تلعب تطلع معاك بنتيجه تعادل مثلا او اي حاجه لا هي عايزه تطلع معاك بنتيجه تعادل غير كده هو ليه تعادل هو التعادل يأهله غير كده هو عايز يخطف بس هو عايز يخطف هدف عشان يصعب عليك المأموريه بالظبط على اساس انه يبقى مستريح اثناء كابتن شريف هي فعلا 1-0 هيديك مساحات في الملعب انك انت تقدر تخترق يعني حتى بعد ما تجيب اول جول انت لازم تعزز ده مهم بالهدف الثاني ف انت طول المباراه هيبقى عندك سهوله شويه طول المباراه عايز تلعب الكره بتاعتك ما يجيش فيك هدف صح دي اهم حاجه اهم التامين اللي هو طب هو اللعيب وهو في الملعب بيفكر فيها بالشكل ده يعني بيفكر ان هو يكسب ويعمل سكور ولا يفكر ما يجيش في جول لا انا بلعب جيم عادي عندي سرعات ان انا اخلص الجيم والارض ارضي واليوم يومي فانا اللي عامل الكومباكت او انا اللي عامل بالضغط انا اللي الكره الثانيه دايما بتمناها تبقى بتاعتي انا يعني انا اليوم ده يومي انا مش يوم حد ثاني الا اذا قدر الله ما شاء فعل بقى هو اللي عايز الشكل يبقى يعني انت لو شفت مثلا بعض المدربين زي جوارديولا او المدربين او كل المدربين وهما بيتكلموا على يعني التحفيز لمباراه زي دي تلاقيه بيقول كلام غريب جدا ارتيتا مثلا او انا سمعت له محاضره اليوم اللي فاتوا بيقول لهم انا عايزكم تسيبوا جلدكم في الملعب سيبوا دمكم في الملعب يعني شوف لدرجه ايه ان الحافز ما اتكلمش في نتيجه ولا اتكلم في ولا فنيات هو اتكلم سيبوا دمكم في الملعب سيبوا جلدكم في الملعب انا بمناسبه كلام حضرتك يعني شفت في كاس العالم الاخرانيه ماتشين حصل فيهم تحول كبير جدا في اوضه اللبس بين الشوطين السعوديه ماتش السعوديه والارجنتين ريناردو برضو عمل كده كان بيتكلم ازاي مع لعيبه
وماتش فرنسا وارجنتين في النهائي بين الشوطين برضو، وتشوف الشوطين تلاقي المباراه اتحولت بشكل كبير. هو انت بتتحين الفرصه 15 دقيقه دول بيبقوا مهمين جدا طبعا، او 10 دقائق يعني الفرصه قدامك جدا. انت بتبقى ايه وانت رايح اوضه اللبس بتبقى عارف انت مظبط كذا بوينت كده هتتكلم فيها، وبعد الثوره واللي انت بتعملها دي في حاجه اسمها بقى ايه بتهدي الدنيا بقى، وتنزل كل واحد عنده ثقه في نفسه وتاخده حضنه وهو نازل الملعب وكده، فالمود بيرجع تاني انه الكلام اللي كان بيقوله ده عشان مصلحتنا وعشان نبذل الماكسيمم طاقه لكن اهو بياخد كل واحد في حضنه ويلعب في شعره ينزل يعني بس ما بتكلمش على احنا مخسرانين ولا كسبانين. بص هقول لك على حاجه، الماتش ده ونجي يمكن عارف يمكن انا اهم حاجه دخول 2-3 لعيبه جوه منطقه الجزاء بتاعه فرقه الهلال. اهم حاجه لما انا ابقى الكره معايا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال علي معلول او هاني او مين اللي هيبقى له الحظ يبقى موجود، ان الاقي ناس عندها رغبه في احراز هدف، لان لو عدت من ده هتيجي لده هتلاقي في حد واقف على كثافه هجوميه على 18 مجهز نفسه ومكلم نفسه، اللي بيصوب واللي بيلعب عرضيات واللي بيطلع يحط الكوره واللي بيعمل فولو، الشكل ده كله الروح بتاعه الفرقه نفسها بتترجم اللي هو قال لك عليه ناجي سيب دمك سيب جلدك سيب جلده في الملعب بيسيب دمه زي النهارده. لكن واجبات المراكز والحاجات دي عرضيه وتخبيط والراجل بيدوس وبيعمل فولوينج وبيدخل جول، كره ثانيه ردت صلاح بيحط الكوره وكل الفرقه الثاني بيشوط، عملوا عوامل الكوره نفسها تصويب بالظبط دخول جوه الملعب انا اللي عليا. وبعدين انت ما تاخدكش الحماس في حاجه اسمها تاديه واجبات المراكز. ايوه واجبات واجبات المراكز دي لازم تتعامل بالشكل اللي فيه المسانده الصح الدعم الصح الرجوع الصح يعني الجبهات لو هتشتغل تشتغل بطريقه اللي المدرب عايزها يعني تبادل المراكز او الشيفتنج اللي بيحصل عشان خلخله المدافعين يحصل كتير عشان هو ده اللي بيخلق الفرص. فان شاء الله يكون الكلام ده يعني متقال وانا متاكد ان هو متقال وان شاء الله يعملوه ويعملوه لان كمان عندك كواليتي بتاعت اللعيبه حاجه جميله جدا حاجه لا يعني شوف كهربا في الايام الاخيره منتخب مصر 7 لعيبه بيختموا في التشكيله الاساسيه، شوف جنوب افريقيا النهارده بيرسي تاو هو اللي صنع الهدف، علي معلول في مباراه تونس وليبيا صنع هدف وجاب هدف، اليو ديانج اساسي مع منتخب بالي، فالكواليتي التشكيله الاساسيه في الاهلي سواء المحترفين او حتى لعيبه منتخب يعني انا مصر بقول ان احنا مفروض نحط في بطننا بطيخه صيفي ونبقى مطمنين بالكواليتي اللي عندنا ده واللعيبه الكبيره دي ان شاء الله يخلصوا لنا الماتش بدري والجمهور ده ناجي يبقى حافز مش ضاق يعني لا طبعا حافز احنا بالعكس عمر الجمهور الاهلي يبقى حافز حتى اللعيبه متاخر يا كابتن حس ان الدنيا كلها في ظهرهم العبوا متعونا يعني اكسبوا هنحتفل جدا بيكم ممكن يعني اشوف فيه افتكر فيها لحظه من الاهلي بيستقبل هدف في مرماه ورد فعل الجمهور النادي الاهلي عامل ازاي؟ كنا مش اول مره ولا هتبقى يعني مش بتبقى اول مره ولا اخر مره احنا بيجي فيها هدف واحنا نعمل الكامباك ورومنتادا صحيح. هي الفكره بس ان المشهد ساعات بيخش جول تلاقي نفسك بتكسب 4 هي بس الفكره ان المشهد ده ما تكررش من 2014 يعني الحضور الجماهيري والكثافه اللي هيحضر في ماتش ان شاء الله يبقى موجود فمحصل يعني موجود ان شاء الله الماتشات اللي جايه موجود في بيراميدز وموجود في بس انت لازم تبقى عارف ان احنا لما بنطلع نلعب بره بنقابل بنقابل ده يعني مش ان احنا يعني من 2014 ما في استاد القاهره لا ما في استاد القاهره لكن بتروح بتلعب في تونس لا كسبنا الترجي المغرب نفس الحكايه الجزائر نفس الحكايه فلا اللعيبه معتاده ان هي تلعب حتى تحت ضغط اكتر بره ملعبها قدام جماهير ولعبنا مع جماهيرنا في كذا مره في ماتش اكتر من ماتش سوبر في الامارات بالظبط حضور جماهيري يعني طب جزئيه صغيره كده ليها علاقه بحارس مرمى الهلال وهو حارس المنتخب السوداني مصاب ما لعبش ماتش السوداني امبارح قدام الجابون وغالبا حسب القائمه اللي تم اعلانها من نادي الهلال مش موجود كمان لا موجود في القائمه ابو 30 ابو 20 ابو 20 ابو 20 ان شاء الله يبقى ابو 10 في الماتش باذن الله هل غياب غياب الحارس الاساسي يا كابتن ناجي بيفرق مع الفريق اكيد وهو كمان حارس المنتخب الاساسي وحارس بالزبط. النادي الاساسي ولكنه مش مميز مع لا انا خالص مش مميز بس لا يعني ممكن هو حارس سان داونز مميز حارس عادي ده حارس جنوب افريقيا خلي بالك انا جميل انت لو اتفرجت على ماتش المغرب والبرازيل اتفرجت على ماتش المغرب والبرازيل
ياسين بونو ده من افضل الحراس في العالم صح؟ بس اخطأ في خطأ كثيره آه. بس مش هيموت ولا الدنيا هتموت ولا هيجرى له اي حاجه لانه ده ليه رصيد. ده واخد احسن حارس مرمى في الدوري الاسباني، احسن ثاني واحسن ثاني حارس مرمى في العالم مش ثالث. فعايز اقول ان حتى لو في عندنا بعض الاخطاء ودي وارده في اعتى العتاه في حراس المرمى في العالم، احنا عندنا افضل جون، مش افضل جون، احسن لاعب احسن لاعب في القاره الافريقيه مظبوط، الشناوي محمد الشناوي يعني واخد جايزه على اللعيبه نفسها بالظبط. فنفرح بيه ونسنده وندعمه وان شاء الله باذن الله يعمل لنا مباراه كبيره يا رب. هو بيبقى بشكل طمأنينة دايما لينا وهو واقف يعني. انا بقول المركز الوحيد انا لما بلعب ورايا حد كده احساس بالاحساس بالامان هو حارس المرمى، يا اما انا مطمن ليه يا اما انا قلقان منه. انا كلاعب بنقول الحارس ياثر في الفرقه والفرقه تاثر في الحارس وبالتالي الشعور ده ما دام وصل للجمهور يبقى وصل لل10 لعيبه اللي واقفين في الملعب برضه. اول كره بتتلعب وبيطلع ياخدها خلاص ده طمني، بحس ان انا ورايا صرح كبير. انا في جوال في يا جول كيبرز كتير يعني كنت ببقى شايفهم ببقى قلقان، ببقى حاسس انه اي كره هتروح ممكن تدخل، وفي جول كيبر بتطمن انه مهما تروح لكور صعبه لا والجول الكبير الحارس هو هيبقى قدها يعني. الحارس الكبير اللي ما تاثرش عليه اخطائه يخطئ وما يتهزش نفسيا ولا لا الحارس الكبير كده، لان انت لو شفت مثلا الاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد في مصايب في حراسه المرمى في اوروبا، في مانشستر يونايتد خد 7 دخيا خد 7، في بونو في الدوري الاسباني خد 6، اليسون بيكر خد 5، اليسون بيكر خد 5 من ريال مدريد الجونين يومها ده عمل خطا وده تيبو كورتوا غلط غلطه بول كنترول مش حلو واليسون بيكر. المساله مش مساله ان احنا يعني كمقيمين او ك يعني ناس بن يعني عندنا يعني سنين طويله في تقييم حراس المرمى عارفين الحارس ده قد ايه يعني من الميزات اللي احنا نفرح بيها. رهان على كل رجاله الاهلي لابسه تيشرت ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، موفقين باذن الله وقادرين تفرحونا وثقتنا فيكم ودعمنا ليكم لا حدود. بشكركم جدا، احنا اللي بنشكركم، كل سنه وانتم طيبين بجد، اسعدتونا وشرفتونا. الله يخليك نورتنا. ميرسي يا محمد، ميرسي يا احمد، كابتن ناجي نورتنا، ميرسي ان انت جبت لي الهديه الجميله دي. حلقه للتاريخ واشوفك ان شاء الله. هيقول لك بس اي حاجه كده من تحت هشوفك. نورتونا والله، سنه وانتم طيبين. سنه طيبين احمد ناجي، كابتن شريف، سنه طيبين يا فندم، شرفتوا الدنيا ونورتونا. جماهيرنا العظيمه باذن الله تفرح يوم السبت ان شاء الله باذن الله. شكرا ابو حميد. شكرا يا محمد، حلقة موفقة ونتمنى نكون قدمنا يعني وجبة دسمة لكل جماهير النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.